بروح جوجل انتولوجي اوكي بعدين داونلود بنروح اي واحد عندنا اثنين بنروح الكوميونتي اوكي لان ليش شوف هني يعطيني اوبشن ازيد انا ما ابي هالاوبشن الازيد اوكي ما احتاجه وهاي بيكون مدفوع اوكي يعني مثلا شوفوا في وايد اشياء ازيد فيها ان باكجات ازيد اتش تي تي بي هاي سيرفر في لغات ثانيه انا ما احتاج شوف هني بس مقيد بشنو جافا وشغلات ثانيه اوكي مقيد بس يعطينا دلين المهم عندنا احنا جافا اوكي حتى اندرويد دلين مو مهم عندنا فنضغط داونلود فينزل بعدين تنصيب عادي اوكي فعندي فيديو ان الخطوات التنصيب تقدرون تشوفونه اذا عقب ما ننزل شو اسمه عقب ما نزل البرنامج بيطلع لنا شاشه كذي خلي بس اوريكم الشاشه اللي بتطلع لكم يعني تقريبا مو كذي انا لان عندي بروجكت فبيطلع لي بهالشكل ولكن انتم بيطلع لكم نيو بروجكت يعني الشكل بيكون مختلف فبتروحوا نيو بروجكت اوكي نيو بروجكت هني ساعات ما يكون منزل اوكي فشنو تضغطون هني على الباكج اختاروا 15 اذا مثلا ما كان موجود هني 15 فتروحون داونلود شنو جي دي كي بس ليش مشير داونلود جي دي كي تختارون من يعني شوفوا وصلنا 17 تختارون اختاروا 15 17 ما ادري 16 كان في مشكله في السيستم دوت اوت ب 15 زين بعدين next زين خلوه هني empty يعني create a project from template ما نبغي empty next تحطون اسم البروجكت اوكي ما ابي اروح finish فدايركت يودينا وين يودينا في المكان اذا هني بيكون الملف عندي لما اسم البروجكت والسورس اروح في السورس اقول له new java class تمام وبس اعطي الاسم وبيعطيني الصيغه اوكي وايد مهم الببليك كلاس ديمو واسم الملف يكونوا نفس الشيء اوكي هاي وايد مهم زين علشان الواحد يتاكد ان كل شيء اوكي لازم يسوي الران ران شلون يستخدم المين اوكي النسخ الجديدة بس اكتب مين بيطلع لي النسخ اللي اقدم اكتب احتاج اكتب خلوا بشوف اذا هني بيشتغل ولا لا كل بداية الميثود احتاج اكتب يعني بي اس في ام او بعد شغل تمام بي اس في ام اوكي فمين او بي اس في ام بيشتغل اذا ما في مين مثل ما تشوفوا ما يصير ران اوكي فهني بس نكتب system.out اختصاره s out اوكي وهني نكتب هلو البرنامج يشتغل عندي تمام كل شيء اوكي اتوقع لحد هني كلنا نعرف لان ليش البرمجة عملي فما يصير ندرسها نظري يصير وايد ممل ويعني ما نستانس في الدراسة إذن الحين خلنا نفهم المصطلحات هالمصطلحات هالتولز اللي إذا فهمناها ما بنتوهق في أي لغة برمجية لأن كلهم نفس الطريقة كلهم نفس يعني الفكرة خلنا اختصار أروح حق كتاب هني بيعطينا كذا زين حلو هاللي كتاب بي بس خلوا شوف إذا في بشكل أضبط يعني شوف حتى بداية الكتاب معطيني التولز تخيلوا إنش كثر مهمة هالتولز أوكي أو هالكلمات
ان كل واحده عارف بالضبط شنو شغلتها وشنو الاستفاده اللي بستفيد منها. شكله ما مو هني، شكله هو نفسه. زين كل واحد يقول اي من الكلمات اللي يعني يعرفهم، بعدين بنتكلم شوي عن الانتجر وذلين عشان يكون عندكم فكره. زين واضح تشوفون ولا تحسون وايد صغير؟ ها شباب؟ لا اوكي واضح. زين من يعرف ابستراك؟ هاي جديدة عليكم، هاي جافا 3 بيتعلمونها هالفصل. اوكي شنو هاي؟ اكسر هاي ما اعرفها، انا بروحي ما اعرفها. من يعرف بوليان؟ صح وخطا كلنا. بالضبط كلكم. بريك وقف. ايه بالضبط. بايت يمكن جديد عليكم ولكن بعد سهله. زين كيس كيس جديد عليكم في اطار، يعني في اطار محدد يعني كذي. لا تتذكر السويتش داخله كيس؟ لا كيس 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 هاي هو الكيس. زين كاتش هاي جافا 2 بيتعلمون كاتش، اللي جافا 3 مفترض عارفينه. عدل عدل اوكي. شار باراميتر اللي هو مو هاي كاركتر. كاركتر بالضبط. كلاس كلكم عارفينه. كلاس كلكم عارفينه. زين بعدين عندنا كونس اللي هو شنو؟ كونستنت ثابت. اوكي ما ادري اذا عارفينه ولا لا، كونستنت ثابت. بعدين عندنا شنو؟ كونتينيو تعرفونه؟ لا كونتينيو اذا شنو يعني في لوب. زين تقول له بس يعني طوف لي هالخطوة، روح الخطوة اللي عقبها، هاي معنات continue. تمام؟ تمام. هلا بس أطرش الرابط دقيقة. إذن بعدين عندنا default تعرفونها؟ default اللي موجودة في السويتش do أكيد تعرفونها صح؟ إيه دبل تعرفونها. إلس مال إف بالضبط. هاي نام ما مر عليكم لأن كان شو اسمه، مو مشكلة. إكستند جافا 3 بتعلمونها الفصل. فولز تعرفونها أكيد. فاينل هاي يعني نفس الكونستنت تقريبا، وينه نفس الكونستنت انه شنو انه يثبت القيمه. فاينلي هاي ما اعرفها انا صراحه. فلوت نفس الدبل. وعندنا فور اللي هو اللوب. جو تو انه شنو انه تحدد له مكان، نفس اللوب تقريبا انه ارجع حق هالسطر جو تو. اذن اف اكيد كلكم تعرفونه. امبلمنتس هل بتتعلمون جافا 3؟ امبورت خل بوريكم. امبورت خل بذكركم. امبورت بعد كلكم تعرفونه لما نقول امبورت. جافا دوت يوتيل شنو؟ احنا ادرجنا ملف. انتوا الحين في جافا 3 تستخدمون بعد باكيجات ازيد اللي هو اري ليست ولينكد ليست وذلين، بتستخدمون امبورت شوي ازيد. هو مو لازم اكتب امبورت هني ولكن المهم افهم الفكره. يعني مثلا خلينا نقول ان انا ما كتبت امبورت. زين جيت هني قلت له سكانر
شوف اوتوماتيك ساعات ما يصير اوتوماتيك ان احتاج اضغط الت وانتر على حسب. فخلنا نرجع. انا ليش قاعد اراويكم الكيز دلين؟ ابي اراويكم ان انتم اوريدي عندكم تولز وعارفينه، بس المشكله شنو؟ ان ما عندكم وصله يعني في الامتحان ما تعرفون اي تولز بختار فيها. اوكي يعني عندكم شو اسمه هيد تولز كامل، ولكن صدقكم شوي خربطه في الهاي في الامتحان او في الحال او دي. زين هاي شنو نستد اوف هاي ما اعرفه. زين انتجر كلكم تعرفونه. انترفيس جافا 3 بياخذونه اول شابتر. بعد لونج تعرفونه. اوكي نيتيف هاي ما اعرف وين يستخدمونه صراحه، يبي لي ادور في شيء في بالي بس ما ادري اذا هو ولا لا. زين نيو كلكم تعرفونه. نال تعرفونه؟ لا. نال معناته فاضي، اذا قلت له نال يعني فاضي ما في شيء، خاصه حق سترينج يستخدمونه وحق الاوبجكت مال الكلاس. زين عندنا شنو باكج؟ باكج وين يستخدمونه؟ خل اوريكم هني. اذا قلت له نيو بعدين رحت له باكج. اوكي مثلا خل بسميه جافا خل بخربط رقم. اوكي داخل الباكج بسوي لي كلاس ديمو. شو هني باكج اسم الباكج وداخل الكلاس. تمام ساعات شنو يسوون يعني يرتبون الكلاسات، لان شنو في برامج انه فيها وايد كلاسات فيخلونها في باكج، وساعات كذا شخص يشتغل يعطون كل واحد باكج ويشتغل عليه كذي. زين برايفت تعرفونه. بروتكتد هالفصل مفترض تتعلمونه. بابليك تعرفونه، يمكن ما تعرفوا المعنى ولكن مار عليكم الكلمه هل يقصد يعني. ريتيرن بعد تعرفونه. شورت سهل ما اقول لكم شنو هو معناته. استاتيك جافا 2 بيتعلمونه الفصل، جافا 3 مفترض عارفينه، اذا ناسينه مو مشكله متذكركم. زين شنو هاي ما اعرفه هاي. زين سوبر جافا 3 بيتعلمونه، سويتش تعرفونه، سكرونايزد هاي خلوه بعدين بتشوف وظيفته. ذس مفترض عارفينه جافا 2 وجافا 3. في بعضكم ناسينه، في بعضكم ما فهموا الفكره عدل، ولكن اتوقع مر عليكم عدل صحيح ولا صح؟ زين ثرو جافا 2 بيتعلمونه، واللي جافا 3 اوريدي متعرف يعني عارفينه. بالاسم ما استخدمته فثروز ما استخدمته، ولا هاي ترانسست هاي بعد ما اعرفه. ترو اكيد تعرفونه. تراي جافا 2 بيتعلمونه. فويد تعرفونه. فوليتيكال ما ادري فوليتل ما اعرفه. وايل تعرفونه. شوفوا كم كيز من ذلين تعرفون الاكثريه، لاحظتوا الاكثر من الكيز اللي موجوده هني. زين تعرفونه. في بعضهم ما استخدمنا مثلا go to the lane، فهاي حاليا ما بتنفعنا، ولكن في المستقبل زين الواحد يطلع عليهم. اوكي خلى شوي بعدل مفاهيم. زين تسمح؟ ايه تفضل. زين كل التولز موجودين في جافا ولا في اكثر؟ لا في اكثر اكيد، لان ليش مثل ما تشوف لاحظ يوم سوينا الباكج كل مرة يضيفون أشياء زيادة، مو شرط يكونوا بس دلين، لأن ليش كل مرة بنحتاج أشياء أزيد، فمو شرط يكونوا بس دلين، يمكن في أشياء أكثر بعد حتى على حسب. بس دين الغالبية يعني صح؟ إيه هاي خلنا نقول الأساس البيسك. أوكي. اللي أي لغة تروحها أو أي مكان أو يعني بس باستخدام دلين تقدر تمشي شغلك. تمام. ازاي فالحين عندنا شنو هاي الترتيبات؟ بنتحكي عنها شوي ولكن خلها حاليا. خلنا نعرف انواع
احنا دائما شو نستخدم انتجر، ولكن الانتجر هي من عائلة يعني واحدة من افراد العائلة الانتجر، عندنا بايت شورت انتجر لونج. تعرفون الفرق بينهم؟ شو الفرق بين بت وشورت وانتجر ولونج؟ وليش دائما نستخدم انتجر ما نستخدم شورت ولا نستخدم بايت؟ عندكم فكرة اي او لا؟ لان اغلب الارقام تكون في انتجر. لا كلهم انتجر، كلهم انتجر يعني كل واحدة لها سايز يعني. بالضبط كل واحدة لها سايز. إذن شوف هني قال لي 1 بت. في احد هني كمبيوتر انجينيرينج؟ احد؟ اوكي. إذن ف 1 بت 2 بت 4 بت 8 بت هاي شنو بينفعنا؟ خلي براويكم بالضبط. شوفوا هني قال لي بايت حدة كم؟ 127. خلينا نشيك بالكمبايلر شنو معنات هالكلام. إذن خلا ما بستخدم الكلاس واستخدمني، أقول له بايت نمبر كم قال لي حدة؟ 127 صح؟ هاي حدة متفقين؟ شباب؟ نعم. إيه. إذا إذا قلت له لا أبي أحط 28 في الهاي شنو بيصير؟ شو تتوقعون؟ إيرور تكون أحمر. أبي يقبل. بالضبط إيرور. ليش؟ شوفوا هني require bit you provide integer. هو يعني تقريبا قاعد يقول إن أنت معطيني حجم أكبر. إذا في تفصيل وراء هالشغلة ولكن ما بيندش الحين فيها إن one byte شنو معناته وكذي. فحاليا خلنا إحنا قاعد نركز نبي نسوي البرمجة النظريات والأشياء بعدين. إزين فعرفنا إن البايت حده يمكن ل 27. يمكن ليش صار كذي؟ لأن أول ما سوى الكمبيوتر كان حجمه وايد صغير، يمكن كان بايت شيء كفاية لهم. إزين فالمهم التطوير ماله شنو؟ شورت. زين بس الشورت حد لكم؟ 32767. زين فاذا نقول له هنا شورت اوكي تمام ما عندك مشكله، بس خلينا نقول له 33000 شنو بيصير؟ ايرور. ليش؟ قال لي انت اعطيتني انتجر مو شورت. زين روح حق الانتجر اوكي ما عندك مشكله. انتجر كم حده؟ مليونين؟ لا هاي مو مليونين حتى، مليارين. ايه زين فخلنا نحط 3 مليار. هاي كم صفر؟ 3 اوكي 9 اصفار. خلنا نحط 3 مليار نشوف هل الانتجر بيتحمل هالكثر رقم. هاي 3 بعد اني ما اشوف اعتقد ايه اعطاني ايرور. ليش؟ انتجر نمبر تو لارج، إنه أكبر من استحمال الانتجر. إذن بنروح حق شنو اللي أكبر منه؟ شنو اللي أكبر منه؟ أكبر من الانتجر لونج اللي كم يشيل 8 بايت. إذن فهنا شنو بنقول له؟ بنقول له لونج، ولكن تم إيرور. ليش؟ لأنه لازم نأكد إن إحنا قاعد نستخدم لونج. فشنو بنحط هنا؟ بنحط ال، سوري ال واحده. فاذا حطينا ال واحده فعرف فهنا حددنا ان اوكي احنا نبغي نستخدم لونج تمام. واللونج بعد عنده حد معين ما نقدر نطوفه اللي هو الرقم اوكي. شو اسمه على فكره بالماينس وبالموجب في لغات برمجيه فيهم ان ساين، ان شنو تقدر كلهم تخليهم بالموجب، فهاي يزيد كان هاي ينضاف عليه اوكي. وهاي نسبه حق عائله الانتجر. فمن كذي احنا نستخدم انتجر في العاده شورت وبايت قليل، ولكن الشيء الحلو انه ياخذ مساحه اقل. فاذا عندكم اعداد صغيره كلش فاستخدموا شورت وبايت اذا تبون تقللون المساحه مساحه الاستخدام الرام. بعدين عندنا شنو؟ فلوت ودبل اللي هم شنو؟ اعداد كسريه. شوفوا هني قاعد يقول لي شوفوا هني دوت وقاعد يقول لي ليش اسمه 38 رقم عقب الدوت. تخيلوا ايش كثر عود. زين الدبل بعد نفس الشيء، الفلوت
4 بايت والدبل 8 بايت. احنا في العاده نستخدم دبل. لما نشوف انا بس اكتب دبل اذا ابي استخدم فلوت شنو بسوي. خلينا نشوف بكتب هنا لا مو هنا فلوت فلوت اوكي اعطاني ايرور. ليش؟ لان يبيني اكد عليه ان بستخدم فلوت لان قاعد بصغر المسافه او المساحه. فشنو بحط له؟ بحط له اف. اوكي بعدين شنو عندي؟ عندي كاركترز 2 بت وشنو دلين الاحرف كلهم اللي هم من دلين هاي كلهم كاركترز من سبيس عندك الى وين الى شو اسمه الى هاي تمام. فدلين بالانجليزي هل بالعربي لهم ارقام؟ رايكم هل لو كتبت عين او شين او صاد لهم ارقام؟ تبون تشوفون هالشيء؟ اوكي زين خلى قبل كل شيء نشيك. زين اي كابيتال بيعطيني شنو؟ 65. اوكي زين فبنروح كاركترز سواء كتبت له ايه بهالطريقة او كتبت له 65 بعد ما في مشكلة. في الحالتين اذا طبعتهم بيعطيني شنو؟ بيعطيني ايه. اوكي تمام. ازين خلنا نقول ان انا ابي اعرف الرقم مالت ال شو اسمه. خلنا نقول انا مو حافظ وفي الاغلب ما بتكون حافظ هالكثر ارقام يعني الجدول موجود ليش تحفظه يعني. فابي اشوف الرقم فشنو بسوي؟ بحول. شلون بحول؟ بقول له انتجر اوكي بسميه هني نمبر بايكوال لتر اوكي وهني حولته لانتجر الكاركتر مالي. وهني بقول له نمبر هني مشغلة كم اعطاني؟ اعطاني الرقم. إذن خلنا نغير الحرف هاي الى حرف بالعربي. خلنا نشوف اي رقم بيعطينا. خلنا نقول باء ونشغل البرنامج. ايش رايكم؟ كم طلع؟ طلع وايد بعيد. لان ليش؟ لان يمكن العربي سووه بعدين. خلينا نشوف ايش كثر عندنا كاركترز في الدنيا. وايد. شوف ايش كثر وايد عندنا وايد عندنا. وغير ذي يمكن في ناس قاعد تجدد. كل ذلين لهم ارقام زين الكمبيوتر يعرفهم على اساس الارقام. خلينا نجرب شيء غريب مثلا هاي. خلينا نشوف هاي اوكي نسوي له سيلكت اوكي. خلينا نشوف هل بيعطينا الرقم ولا بيعطينا ايرور. المفترض كل واحدة من ذلين يعطينا شو اسمه رقم. شوفوا شلون؟ شوفوا الرقم ماله وين طلع؟ يعني هاي صفوه في الجدول الكاركترز قبل العربي. فاهمين عليه شباب؟ شلون عرفت الرقم أصغر؟ مثل ما نشوف الإنجليزي كلش صغير الرقم. شوفوا كم؟ في الخمسينات وهاي. أما ذاك في الخمسمائة. العربي في الألف. لاحظتوا؟ يا شباب؟ اوكي فهاي هو الكاركترز. الحد ماله لان 2 جيجا ياخذ 2 جيجا 2 بايت سوري 2 جيجا انا بعد زين 65000. لو تجمع هنا الشورت لو تلاحظ الشورت نفس الهاي لو تجمع هالاثنين بيعطيك نفس الرقم بالضبط. اوكي لان 2 بت هاي حده. زين البوليان ياخذ بت واحد. زين خلنا بس اعطيكم فكره سريعه عن البت والبايت سريعا كذي. البايت يتكون من 8 بت اوكي 3 4
ست بعد واحدة هني. أوكي زين، كل واحدة من ذلين تعتبر بايت. فيها شنو؟ فيها 1 أو سوري 1 و 0. أوكي يا 1 يا 0 كل واحدة من ذلين مجموعهم ويا بعض زين يساوي لنا رقم معين. مثلا تبون شوي ندش تفاصيل ولا خلاص ننتقل اللي عندنا؟ تبون تعرفون 65 الـ A شلون تنصف هني ولا لا؟ إذا نقطة مهمة واصل ما صح. إذا نقطة مهمة يعني بتفيدنا بعدين واصل، بس بعدين بتفيدكم ولكن بس الحين لا، بس هي واصل سا. إزاي هم شنو سووا؟ قالوا ناخذ الأرقام نجمعها على ترتيب معين علشان نقدر نترجمها. فشنو قالوا؟ قالوا أول واحد نعتبره 1 زين. إذا كان هني 0 يعني إذا كان هني 1 فمعناته نعطينا الكمبيوتر 1 value 1 زين. بعدين شنو؟ يتدبل الرقم كل مالي يصير هني 2 وهني يصير 4 وهني يصير 8 ويصير 16. ما يذكركم شيء؟ ما يذكركم بأرقام الميموري بالضبط زين. بعدين هني 32 بعدين هني ماني عارف هني كم بيكون 64 بالضبط 64 بالضبط زين. واللي عقبه هني بيكون 128 يلا 128 روح المذاكر زين. فمثلا انا ابغي رقم كم؟ 65 اوكي هاي الهدف مالي. فاروح اي رقم اخلي له واحد؟ اسهل طريقه اشوف اشوف اقرب رقم حق ال 65 اروح دائما اطالع في النهايه زين. فهني اخلي بالضبط اخلي هني واحد وهني واحد وهني كله اصفار اوكي. بس عطيت شو اسمه خلي بس احسب هني 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي هاي 8 هاي البت بت واحد يعني 8 بايت اوكي. فالبوليان ياخذ بس واحده من ذلين في الميموري، اما الباقيه يوم نقول له 2 بايت يعني ياخذ مستطيلين من ذلين. يعني نقدر نكمل على من كذي يروح ارقام اكبر. فهمت علي؟ لأن كل مالا نقدر نزيد 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 ندبل 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 فياخذ أرقام أزيد. فهاي هي الفكرة أصلا. فهاي اللي بيشتغل اللي تخصص الكمبيوتر إنجينيرينج بيفيده. تمام؟ فأعتقد هني الفيريبل وذلين واضحين شنو هما شلون طريقتهم. خلنا نروح حق هني زين. هني عندنا ترتيب حق الأشياء، يعني مثلا الزائد والناقص من للأسبقية في المعادلات. يعني مثلا لو أعطيكم معادلة هلا أحطها في variable أوكي. قسم اي واحده من المعادلات بيسويها قبل زائد؟ ليش زائد؟ اولوية له زين. في احد عنده راي ثاني؟ شنو السؤال؟ الاولويه حق من؟ شو اي عمليه بيبتديها اول؟ الضرب والقسمه بعدين ضرب. زين ليش قسمه ضرب زائد؟ زين ليش قسمه ضرب زائد؟ نظام هو يتعامل كذي بالضبط. نظام هو مرتب روحه على شو اسمه على الترتيب الهاي. فدائما شنو هو يبتدي من وين؟ من اليسار الى اليمين اوكي. يطالع الاوبريشن هني يطالع الثاني ويطالع الثالث. على فكرة انتو جافا 3 بتعرفون بعدين ان شلون قاعد يصير كذي
إن شلون يعرف من الأول في الحاسبات، أوكي؟ بعدين بتعرفون. في شيء اسمه ستاك يخليهم في ستاك، فبتعرفون ليش قاعد يصير كذي. فبيبتدي بالأقوى، الأقوى في هالحالة من الضرب. زين، هو يمشي من اليسار لليمين، فأقوى شيء الحين حاليا شنو بيحصله؟ الضرب، أوكي؟ فبيضرب أول شيء، بعدين بيقسم، بعدين بيجمع. أوكي، خلنا نشوف كم بيطلع الجواب. خلنا نشوف ليش تقريبا منطقي. بقول لكم ليش، إذا ضربنا 5% بيعطينا 500، قسمة 2 250 زائد 4 كم بيصير؟ يعني حلنا صحيح. ولكن إذا خلينا قوس بيعطي الأولوية حق القوس، بالقوس هو شو اسمه، فبيتغير الجواب هنا، بيجمع أول عقب بيضرب عقب بيقسم، أوكي؟ فتغير الجواب، تمام؟ لأنه صار هنا 9 ضرب 100 900 قسمة 2 450، تمام؟ فنفس الشغلة هاي بتكون حق الإف، أوكي؟ الإف بنتكلم عنها، يعطينا أوبريشن مالت الإف بالاختصار، قاعد يقول لنا إن الرياضيات مثلاً شوف هني هاي الأقوى، بعدين هاي ذلك أنا ما استخدمتهم للحين فما عندي فكرة عنهم. هاي يعني مثلاً يخليك تنقل حق رقم ثاني أو شيء كذي، هاي بعدين بنشوفها. في مادة ما أدري تاخذونها ولا لا، assembly، هاي يمكن تستخدمون فيها ذلك. زين، بعدين نخلي الأوبريشن. زين، من الأقوى، خلينا نشوف هنا مو مرتب ذاك الزود، فنقدر نروح حق الهاي. زين، هل اختصارات أنت تعرفونها بدون ذلين؟ ذلين خلوهم يولون، بس أهم شيء الناقص والزائد والمود والضرب تعرفونها؟ إيه، تمام. فهاي باختصار معناته شنو؟ من مكان مثلا الحين توتل، زين، أبغي أضيف عليها رقم، خلينا نقول أبي أضيف عليها 10، فشنو بقول له؟ هو بدون الاختصار أقول له total، لأن ليش أحتاج أسيفها في نفس الـ variable، فأقول له total equal total plus 10، أوكي؟ هاي بدون اختصار. ولكن ليش أكتب total مرتين؟ الحل أنه شنو، أشيل التوتال هني، زين، واخلي الزاد على ما ادري صح ولا بالعكس ما ادري، فشلت التوتال اللي في النص، زين، فصار مره واحده وخليت الاشاره اللي ابيها سواء ضرب ولا قسمه ولا اي عمليه رياضيه يعني اقدر اسويها. زين، عكست، اي سوري، الاشاره بتروح ذاك الصوب، ها بتكون كذي، تمام؟ يعني بنشيل اللي في النص والاشاره بنقلبها، فبصر هني دائما يساوي، دائما لاحظوا بتكون صوب الرقم، لو تلاحظوا في الاف في كل مكان اليساوي دائما صوب الرقم. زين، خلنا نروح شوي كتاب جافا 1. الكتب يعني كرفرنس وايد مفيده، ان شنو في اشياء تروح من بالنا الكتب تنفعنا. خلنا نشوف، شوفوا هني الأسبقية من الأول. خلنا نشوف هاي شنو، هاي حاسة مقلوبة ما أدري ليش. يمكن في الإف، هاي يمكن في الإف. زين، لا هاي مو، خلنا مو مشكلة بعدين بنشوفها، ما أدري حسيتها مقلوبة، لأن الزاد والهاي يكونوا في الأخير دائما. ايه ذلين، كلكم عارفين ذلين الاشارات معناتها وشن تسوي؟
يا شباب في احد معرف؟ انا عن نفسي عارفين كلكم تعرفون يعني الناس يعرفوا. اوكي تمام. زين فايكوال نخلي الاثنين يساوي. زين شو الفرق؟ سؤال شو الفرق بين يوم اخلي ايكوال كذي وبين اذا قلت له مثلا خلع شو اخربطكم شوي نقول له توتال 50 شو الفرق بين هل يساوي وهل يساوي؟ ما عليكم الايرور لان اذا خليت شيء هنا يصلح الايرور بتعرفون الاجابه، فابي اخربطكم شوي. شو الفرق بين الاثنين؟ حد يقدر يقول لي؟ الاول يسوي العمليه، الثاني دايركت 50. شو له دايركت 50؟ تحت توتال. ايه ايش فيها؟ تساوي 50 ما اسمعك. سيدا بيحسبها 50. زين في احد عنده راي ثاني؟ احد عنده راي ثاني؟ ايكوال ايكوال لوجيك اوبريتر والايكوال حق الفاريبلز حق يسويها فاريبل. انا بقول لكم الفرق هني اذا خليت ايكوال وحده معناته شنو؟ معناته ان خذ هني هاي فاليو، هالفاليو اللي هني خذها سيفها في التوتال، هاي معناتها يسمونه اسيوم يا شنو اساين. اساين هاي الايكوال حق الاساين. اوكي ان خذ هالرقم اللي هني سيفه في التوتال. اذا خليت 2 يساوي معناته شنو؟ ان قارن هل هالتوتال تساوي 50 او لا. زين فهني بيكون دائما شنو عندي؟ بوليان. اوكي فخلونا نحطه في الفيريبل بعد تشيك. زين شوفوا مثلا خليت نتيجه اللي بتطلع هني في تشيك. ليش؟ لانه يساوي وحده. احس خربطكم ما ادري ليش يالي احساس انه في شيء تخربطه ولا اوكي عشان اعرف صراحه خربطت انا. ايه يا ترى. ما عليكم. المهم خلي بريكم طريقه ثانيه. الاف اذا مثلا شوفوا هني بنحط الفرق. هاي الفرق وايد مهم لان في ناس يتخربطون. اذا قلت له توتال ايكوال 50 شنو معناته؟ انا شنو قلت حق الكمبيوتر؟ شنو قلت حق الكمبيوتر في هالحاله؟ اعطيته معلومه. إيه ما اعطيته. إيه شنو بالضبط قلت له؟ تقدر تفصل؟ اذا التوتال كان يساوي 50. لا مو اذا راحت هني اعطيته امر دايركت قلت له 50 خلها تساوي توتال. يعني خلى ال 50 تصير فاليو حق التوتال. اوكي هاي معناته. حتى لاحظوا انا اقدر لا ما يصير. زين اما اذا خليت له يساوي هني سالت علام السؤال كنا. زين تقدرون يعني تفسرونه بهالطريقه ان تقولون لا يعني كنا سؤال. خلا يعني نفهمها بهالطريقه. هل توتال تساوي 50 كذي نقدر نفهمها. لو ما اقول يساوي يعني هل توتال تساوي 50 شيك لي وعطني الإجابة. الإجابة اللي بيعطيني إياها بتكون شنو؟ يا true يا false. يعني مثلاً هالcondition خلا بجرب هني إذا يصير الحركة اللي في بالي ولا لا. خلنا نقول يساوي واحدة 50. أوكي مثل ما تشوفون التوتال فوق قيمتها غير. أوكي قيمتها هني غير. إذا مثلا طبعتها شوفوا فوق كم قيمتها 450. أوكي تحت 50. ليش 50؟ لأن حطيت يساوي واحدة قلت له غير القيمة. هاي معناتها assign value. هاي معناتها. أوكي أما إذا خليت يساوي 2 خلينا نشوف شنو بيطلع لي.
أعطاني فولس. ليش فولس؟ لأن فهم هني قاعد شو اسمه قاعد أقول لك شيك هل توتال يسوي 50؟ هني فهم عليه. زين مثلا لو هني أخليه بالضبط نفس الرقم 450 أوكي شنو بيعطيني؟ بيعطيني ترو. تمام فهمتوا الفرق؟ يا شباب فهمنا. اي تمام. زين فلا تغلطون في هالغلطه لانه وايد وايد قاعد الاحظها ان لان ليش؟ لان احنا مخنا مبني على شنو؟ على الرياضيات. فشويه هني يعني نوعا ما جديد علينا. ف اذا لا يساوي اخلي له علامه تعجب. وهاي بعدين عندي اكبر واصغر وذلين. ساعات الواحد يتخربط دائما الحلج العود زين على الرقم بيكون اكبر. يعني مثلا خلينا نروح هني يكون مفتوح جهه الاكبر صح؟ بالضبط بالضبط يكون مفتوح جهه الاكبر. يعني هني شنو قاعد اقول له؟ اقول له توتال اكبر من 50. شيك لي هل توتال اكبر من 50؟ هاي معناته ليش؟ لان المفتوح صار جهه الاكبر بالضبط. اما اذا قلت له أنا أقول له شيك لي هل توتال أصغر من 50؟ ليش؟ لأن الجهة الضيجة صايرة على التوتال. تمام؟ واضح؟ واضح شباب؟ واضح. واضح. أوكي حلو. إذن في تكملة عندنا حق اللوجيك هالثلاثة. عندنا and or ونوت. أوكي؟ هل كونديشنات نقدر نخليها في الاري؟ ساعات ابي اسوي لي رينج. يعني مثلا اقول له ابغي يكون اكبر من 100 بس مو اكبر من 500. شلون بسويها؟ بسوي باستخدام الاند. اخلي له شرطين اثنين واقول له الا ابي الاثنين صح. براوي لكم شلون. انا اشوف خلنا نخلي توتال مثلا قلت له هني ابغي يكون اكبر او اصغر. لا خلينا نقول اكبر. خلينا نقول اكبر من 50 اوكي greater than. على فكره ما في مشكله ان تكتبون كومنت اذا الواحد يتخربط عادي ترى. يعني المهم توصل حق الهدف مالك. الهدف مالك ان البرنامج يكون صحيح. اذا سؤال ليش نكتب اثنين and هاي معلومة إضافية مو مهمة ولكن يعني معلومات. ليش اثنين and؟ ليش ما نكتب بس واحد؟ في أحد عنده فكرة ليش؟ نفس الايكوال إذا كانت واحدة كانها تصير شرط بس إذا اثنين تصير نفس المعنى مالنا يعني. خلينا نجرب. شو رأيك؟ خلينا نجرب. إذن فهني بنقول له شنو؟ بنحط الشرط الثاني بنقول له شو صار؟ نقول له يكون أصغر من 500. في حالتنا الحين بيعطينا ترو عدل. هلا بنحط قلت عشان يشغله. شنو ترو؟ في حالتنا الحين قلنا له شنو؟ خلا بحط الاثنين وشوفوا الفرق. انتو السالفة يعني بايخة نوعا ما ولكن كمعلومات يعني على الأقل يكون عندكم فكرة انه ليش كذي ليش كذاك. لان ليش انا براي اذا عندك معلومات عن الشيء تحفظها اسرع يعني. اوكي فنفس الشيء لاحظتوا ما اختلف شيء سواء خليت واحدة او ثنتين ما اختلف شيء. في اختلاف يا شباب؟ على فكرة مو بس هني حتى الأور. أور أقدر أخلي بس واحدة. ليش نخلي اثنين؟ نفس الشيء. إذا خليت بعد أور كذي نفس الشيء. زين في أحد عنده فكرة؟ ليش نخلي اثنين؟
بعطيكم يعني بحاول أبسط الفكرة كثر ما أقدر. إذن الآن هاي هني بيعطيني true or false صح؟ تمام؟ شباب تمام. إذن وهني بعد بيعطيني true or false. لازم شنو يكون يكون true عشان يشتغل، ولا واحدة منهم true كفاية، ولا ثيناتهم false في الاند اند؟ اي واحدة صح بياخذها. في راي ثاني؟ حلو الجدول موجود، لاحظوا هنا وياي هاي الجدول اللي كنت ابغى. شوفوا هنا قال لي اذا ترو وترو في الاند بيصير ترو، وهنا في الاور بيكون ترو. زين النوت خلوه شو اسمه، اوكي النوت يقلب، لو تلاحظون يقلب، كان شنو؟ كان ترو بيقلبه بيصير شو اسمه فولس. بعدين اذا شنو؟ اذا واحده منهم مختلف هني الاند اند يكون شنو؟ فولس، ولكن الاور يكون ترو. الثاني بعد نفس الشيء فولس، اوكي اذا واحده منهم مختلف، وهني صار ترو. زين ولكن هني لان العكس دائما العكس، زين ما دام عكس زين هني بصير ترو، هني فولس بيكون هني فولس وهني بيكون ترو لان عكسه. مفهوم الجدول ولا يخربط؟ لا مفهوم. زين فالسبب، خلنا بقول لكم السبب يمكن يعني بايخ. اذا قلت له اند سؤال كان هني فولس، هل في داعي اني تشيك هني مره ثانيه؟ اذا هني فولس ما له داعي صح؟ لأن ليش؟ إذا نروح حق الجدول مثل ما شفنا، إذا واحدة منهم فولس في كل الحالات بيكون فولس، يعني في النهاية ما بيفرق بيها. فإذا خليت له and معناته شنو؟ شيك بس واحدة منهم، إذا كانت هي فولس يعني في حالة الاند، إذا كانت هذه فولس بعد ما احتاج شيك الثاني خلاص. أما إذا خليت له بس واحدة يعني شيكهم الثيناتهم. أوكي؟ فهمتوا؟ هاي الفكرة، يعني معلومة أحسها بايخة بس أحس نوع التشويق، يعني نوع التشويق، أو عندكم معلومات غيركم ما عندهم. زين نفس القصة حق الأور. زين الأور إذا كانت هذه ترو يحتاج إن شيك الثانية. شباب شوف هني، لا ما يحتاج. لا شوف هني إذا واحدة منهم ترو خلاص بتصير ترو. فمن كذي نخلي له بس شخطة واحدة، أو سوري شخطتين، عشان بس إذا كانت هذه ترو ما أحتاج شيك الثانية، بس إذا خلاص يعطينا ترو يعني يصير باس باي. زين فدايركتلي شيك هاي هي الفكرة. شكله شنو؟ كان في وقت من الأوقات إن كانوا يحتاجون يعني شيكون الكونديشنين ثيناتهم، كان ضروري فكانوا أسووا هالحركة، فكذي يعني شيكهم ثيناتهم. زين اما كذي لا، واحدة منهم ترو خلاص ما يحتاج شيك الثاني، سو له باس. هاي معناته زين مكتوب ترى هني في الكتاب، انا قريته من الكتاب يعني مو شو اسمه، خلوا بشوف وين مكتوب. بس ما ادري وين مكتوب، بس مكتوب في مكان مكتوب قريته هني. هلا نشوف. اتذكر والله وين، يمكن لانه كان بشيء صغير كلش بوكس او شيء كذي. زين تبون تتعلمون طريقة ثانية حق الاف بدون ما تكتبون اف او خلينا نشوف شلون تصير هاي الاشياء كلها، مو مطلوب عليكم، ولكن انا شنو قاعد احاول ان يعني اعطيكم اشياء ازيد، عشان شنو هالاشياء اللي يعطونكم حافظين عليها اشياء ازيد، فبتحسون ان شنو ان او عندي واد معلومات. تبون او لا؟ حتى تشوفوا هنا كاتبين اوبشنال. اوبس صار اي او لا؟
اي او لا، اختيار عندكم. لا نطوف اي، بقول لكم شو الفكره، ان شلون اسوي اف ستيتمنت بدون الاف. شنو؟ اعطوني جواب اي او لا. لا نطوف، لا عشان اوكي زين، يعني امس ما تطول يعني. اوكي الحين واحد قال اوكي، واحد لا، نبي واحد ثالث عشان يحسم الصوت. ايه يلا اللي ريحت. لا لا انا عادي عندي، انتوا اللي شو اسمه يعني، المهم عندي انتوا يعني، انا عادي، تبون بقول لكم، ما تبون عادي يعني، تبون وقت ثاني بعد عادي، ولكن انا شنو هدفي، ابي افتح الفضول مالكم، لان اذا انفتح الفضول انت بتروح بتنبش في النت شنو معناتها شنو معنات ذي. زين فاي او لا، الحين عندنا صوت هنا وصوت هناك. اوكي وضحت خلاص، صار ثلاثة. اوكي زين، من مكان نكتب اف، عد ما ادري تقدرون تستخدمونه ولا لا، ولكن مو مطلوب عليكم. واحدة من الطرق السريعة اللي هم سووها شنو، ان نخلي علامة السؤال، يعني هاي يستخدم في حالة واحدة بس، اذا ابغي الاكبر او الاصغر شيء كذي. زين خلينا ناخذ هاي كمثال، شلون نعرف من الاكبر والاصغر؟ نقول له شنو، نقول له اف ان 1، هو خلينا نقول عنده فيريبل ان 1 اكبر، هاي صيغه يعني قاعد نشيك هل ان 1 اكبر من ان 2. زين اذا اي خلي الماكس ان 1، else خلي الماكس ان 2. تمام، نقدر نكتبها بسطر واحد كامل شنو، باستخدام علامه السؤال. شلون؟ خلينا نشوف بالكومبايلر عشان يكون اوضح. انتجر ماكس فاصلة، نقول له ان 1 50 مثلا، ان 2 اي طريقه علشان تخلون كذا فيريبل في سطر واحد. اوكي انا وايد استخدم اختصارات، لان ليش ابيكم يعني يكون شكلكم يوم تبرمجون بروفيشنال، هاي وايد مهم عندي. اوكي ف 50 خلينا نقول هاي كم، خلينا نصغر هني نقول 41، يت بالغلط بس اوكي، هني ما خليت يساوي يعني شنو، يعني ما فيها شيء نل. اوكي ف فشذي. إذا عندنا طريقتين علشان نخلي الماكسيمم يبان قيمتها، خلينا نمسح هاي. الطريقة الأولى اللي إحنا كلنا نعرفها، نقول له شنو، نقول له إن 1 greater than إن 2 max equal إن 1. أوكي بعدين else max equal in 2. بعدين بنطبع الهاي الماكس، خلنا نشوف بيعطينا الإجابة ولا لا. زين عطاني 50، شكله هني سنطعت إن شاء الله، عطاني 50. زين أبي أختصر كل هالخطوة، فشنو أقول له؟ أروح أول شيء هني ماكس إيكوال، أول شيء أفتح الكونديشن. زين الشرط، هل إن 1 أكبر من إن 2؟ أي أول خطوة إن 2. ما يصلح، ليش عطاني إيرور؟ لأنه صاير شو اسمه قبله، لاحظتوا الماكس صاير قبل. فشنو بنسوي علشان نتخطى هالمشكلة؟ بنشيل الماكس بنخليها ورا. أوكي يمكن أوكي ما صار، بنخليها في السطر الثاني تحت. تمام انتجر ان 1 فاصلة انتجر، ايش زعل، نشوف شو المشكلة. اوكي لانه ما كملت، وافكر ان عندي بولين. اوكي بعدين اخلي علامه تعجب، علامه سؤال سوري. زين انا بشوف ما استخدم هالطريقه وايد، فما اوكي اخلي الاختيار الاول. شفتي يوم خلينا الماكس، اخلي الاختيار الاول، اذا هاي ترو خذ الاختيار الاول،
إذا هاي فولس روح أخذ الاختيار الثاني، هاي معناتها. أوكي؟ فأروح أفتح علامة السؤال بعدين شنو أقول له؟ أقول له N1 نقطتين N2. أوكي؟ فبهالحالة شنو قلت له؟ حطيت لي الكونديشن بعدها علامة السؤال إنه تشيك لي. إذا هاي ترو شنو بيصير؟ بياخذ أول واحدة. إذا هذه فولس فبياخذ ثاني واحدة. أوكي؟ فخلنا نشغل البرنامج. 50 خلنا بغير في القيم علشان شو اسمه؟ علشان تكون واضحة. أوكي؟ واضح؟ واضح شباب؟ واضح. حلو. أعطيتكم شيء زيادة. حاولوا تستخدمونه علشان شو اسمه؟ استخدموا بالعمالة في كويز أو شيء. شوفوا الدكتور شنو يقول. إذا قال لكم أوكي على طول استخدموا. إذا قال لكم لا هاي مو مطلوب ما أدري شنو برع المنهج فما ما عندكم بعد حيلة فبتمشوا على كلامهم. أوكي. إيه هني على فكرة هني شو اسمه؟ هني أتوقع short circuit evaluation هذا هو. اللي قلت لكم هني اثنين زين يخليهم اثنين علشان شو اسمه علشان يشيك واحدة منهم. اوكي هاي شو اسمه السبب حتى تشوفوا من يعني من كثر المعلومة مو مهمة حطيناها في بوكس صغير بس يعني معلومات كل كل ما الواحد عنده معلومات ازيد يعني تخيل حق البرمجة بيكون اضبط. اوكي فهني عندنا السويتش فكرة سريعة عنه. في أحد ما يعرف يستخدم السويتش؟ يا شباب؟ لا أتوقع الكل يعرف. تمام. إزاي؟ فبنروح حق شنو الشيء اللي دائما يصير لنا مشاكل وياه اللي هو اللوب. يعني في طلبة يحاولون ما يستخدمونه كثر ما يقدرون لأن ليش غير أنه مو فاهمينه مو عاجبهم يعني مو مرتاحين وياه. أوكي فخلنا نفهمه نفهم الفكرة اللوب. أنا ببتدي بآخر واحد اللي هو الفور لأن ليش جافا 2 وجافا 3 وايد بيستخدمون فور فور فور. السبب شنو؟ بتستخدمون إيري. أوكي خلنا نتحكي عن الإيري بعدين ولكن حاليا خلا نستخدم الفور. الفور في اللوب أنا أحتاج ثلاثة أشياء. إذن أي مرة أبي أكرر خلا نرسم. أوكي أبي أكرر شيء دائما إشارة التكرار يكون بهالطريقة. إذن إذا أبي أكرر كم مرة أحتاج أكرر؟ ها شباب اذا ابي اكرر فشلون اقدر اعطي الكمبيوتر ان اكرر لي 10 مرات؟ شوفوا احنا كاوادم نفهم انه اوكي 10 مرات كرر سيده عرفتها اما الكمبيوتر مو كذي لازم دائما نكسر له الخطوات. يعني الالجوريثم اصلا معناته انه شنو نسوي له ستيب باي ستيب. فاذا قلت له كرر لي الشغله 10 مرات ما بيفهم ما في شيء إنه كرر لي 10 مرات. يقول لك أول شيء شنو عطني البداية كم من وين تبيني أبدي لازم تعطي بداية ونهاية. زين لازم يكون اللوب إنفينيت. ساعات يكون إنفينيت ولكن بغرض ثاني. فمثلا شنو أول شيء شنو أعطي تعريف أقول له أوكي بعطيك إنتجر خلينا نسميه كاونت. أوكي يقول له كاونت زين بدايتك مثلا من واحد وساعات يكون من صفر على حسب ساعات تستخدم اري وساعات ما تبي من واحد تبي من عشرة مثلا على وين بدايتك بالضبط لازم تحدد له. اوكي خلينا نقول واحد. زين الكمبيوتر يمشي بخطوه بخطوه يوم نقول له عشرة ما ياخذ الرقم عشرة ما يعرف فلازم وخاصه اذا بدينا من واحد فلازم شنو
لازم نوصل الرقم الى 10 تمام، انه يصير حق الرقم ابديت كل مره. ما بعرف كذا كاونت بلس بلس بالضبط كاونت بلس بلس اوكي، فبيكون كاونت بلس بلس. هاي الابديت نوعيته شنو؟ نضفت رقم واحد كل مره، فبيكون كم خطوه عندي؟ 10 خطوات. هل ممكن اسوي ابديت بطريقه ثانيه؟ ممكن، ممكن اقول له كاونت اوكي بلس ايكوال 2. فكم خطوه عطيته الحين؟ كم خطوه صار؟ يعني اوكي بس توتلهم كامل كم؟ اذا ابي اوقف من 10 من 1 الى 10 كم خطوه بتكون؟ 9 5 10. لان ليش قاعد اشقح ب 2 2؟ لاحظ 2 2 2 4 6 8 10، لاحظت شلون؟ اما اذا قلت له 1 بلس بلس فقاعد كل مره ازيد مره، فيصير 1 2 3 4 5 6 7 الى 10 تمام. زين الحين عطيناه الابديت ان كل ايش كثر خطوه انا احتاج. زين شلون بيعرف انه وصل 10؟ الكمبيوتر ما عنده يعني مثل احنا دايركت الرقم نقدر نميز، الكمبيوتر ما يقدر يميز، لازم اعطي شيء. لازم شنو اعطي؟ لازم شنو اعطي عشان بالضبط اعطي كونديشن ان دائما الكاونت زين دائما ابغيها اصغر او يساوي. ليش يساوي؟ لان بدينا من 10 من 1 سوري، اصغر او يساوي 10 زين. دائما اخلي له الشرط، ما دام هالشرط ما وصل زين يعني هالشرط ما اخترب انه دائما ترو، كمل لي اللوب. اول ما يطوف هالعدد وقف لي اللوب، فهمت علي؟ يعني كان سويتش حاط له عاد مو سويتش عادي، اوتوماتيك سويتش. قلت له اذا الرقم وصل 10 خلاص اقطع لي اللوب، فهمت علي؟ جواب فهمنا تمام. إزاي فهالثلاث الخطوات لهم أسامي، اسمه شنو هني variation أتوقع، المهم تعريف زين، وهني condition وهني update اوكي. ثلاث خطوات وايد مهمه في اي لوب، سواء فور وايل دو اوكي. هالثلاث خطوات، فالفور هي صار اختصار زين. اول شيء نعرف نقول انتجر اي مثلا، اي على فكره معناته انكرومنت اوكي، اي معناته انكرومنت اللي هي زياده، ولكن مو شرط نستخدمها كزياده، ممكن نبدي من 10 وننقص. بتشوفون في جافا 3 في ميثود صار بالمعكوس على حسب اي اتجاه احنا نبي نمشي اوكي. فنقول له هني 1، بعدين خلصنا شنو؟ تعريف، هاي اول خطوه. خطوه رقم 2 شنو عندنا؟ الكونديشن، شنو بنقول له؟ بنقول له اي اصغر او يساوي 10، سبيسات لا تحطون وايد فبصير خلل. شنو؟ ابديت اي بلس بلس. خلنا نسوي شيء بسيط، نطبع الاي بس تجر اي، نشغل البرامج مثل ما تشوفون 1 2 3 4. نبي بس 5 خطوات، شو نسوي؟ نقول له اي بس ايكوال 2 لحظة ليه صار كذي 1 3 إيه 5 خطوات بس ما طبع العشرة، لأن ليش ما صار أبديت؟ لأن قاعد يصير أبديت 2 by 2 لو تلاحظون كان 1 زين، إذا خليتها من 0 أعتقد بينضبط. خلنا نشيك ممكن ينضبط الحين، بس بيبتدي من 0 0 2 4 6 أوكي. إيه شوفوا شلون انضبط من 0 أوكي. بس كم مرة طبع عليه؟ 1 2 3 4 5 6 6 مرات، لاحظتوا 6 مرات صح. لأنك حطيت الايكوال صح؟
إيه لأن الإيكوال بالضبط. لو أشيل الإيكوال للثمانية بيوقف. تمام. إذن فهل يصير أسوي أبديت كل ثلاثة؟ يعني من مكان اثنين أخلي ثلاثة يصير؟ يصير أو لا؟ يصير. يصير أكيد. يصير أخلي ضرب؟ يصير. يصير أحط قسمة بعد يصير. عندك أوبشن. زين شوف هني خليت شنو صار ثلاثة. أوكي ثلاث خطوات. أقدر أخلي شنو إن أضرب two يعني by two. زين خلينا نشوف. لحد الثمانية وقف. أوكي برغم هني يساوي بس صار وايد أكبر من شو اسمه فوقف. زين ساعات أحتاج infinite loop. ليش أحتاج infinite loop؟ بعطيكم مثال. infinite loop خلا أراويكم ليش infinite loop. بس دقيقة خلا إيه في بالي شغلة معينة. infinite loop مثلا. infinite loop في مثال في بالي بس ما أدري إذا واضح ولا لا. infinite loop نحتاج infinite loop ليش؟ عشان يصير لها cut من الداخل. ساعات مثلا ان ابي احط اسامي خلينا نقول عندي لستة ابي احط اسامي ورا بعض ورا بعض ورا بعض فشنو فاخليها infinite loop وداخلها اخلي كلمة ان شنو ان انت اليوزر يقطع اللوب. فاهمين علي؟ في ساعات ان احتاج يكون infinite loop. تمام. infinite loop اقدر استخدم for ولكن مو مريح فاستخدم while او do يكون افضل. قبل ما نروح حق الانفينيت لوب هل تقدرون شباب تسوون نفس هالشيء باستخدام لوب ثاني من نوعيه ثانيه يصير او ما يصير بالسويتش؟ صح لا مو بالسويتش بلوب ثاني. عندي وايل عندي دو هل اقدر استخدم اسوي نفس اللي سويته بالفور بالوايل والدو؟ ايه ولما توصل عند عدد معين تسوي بريك صح؟ يصير اللي تقول عنه ولكن ابغي بالضبط نفس الخطوات اللي سويتها هني. تعريف كونديشن وابديت شلون خلينا نشوف خلينا نشوف شلون بيكون. اول خطوه الوايل مثل ما نعرف ياخذ بس كونديشن واحد اوكي ياخذ شيء واحد مو نفس هني. هني مقسم لاحظتوا ياخذ شيء بعدين شيء ثاني وشيء ثالث من كذي هو حق ال يعني الفور يستخدم متى؟ إذا مثلا عندك عدد تكرار واضح 1000 مرة 100 مرة 20,000 مرة 100,000 مرة 1,000,000 مرة فتستخدم شنو فور. أما إذا كان التكرار مو واضح تستخدم وايل أوكي. ولكن حاليا خلى أطبق نفس المثال الفور على الوايل وعلى الدو عشان تعرفون إنه ما في فرق. إزاي فشنو أول شيء التعريف بيقول الانتجر زين خلينا نسميه ني كاونت ايكوال كم نخلي نفس هناك واحد. شنو بيكون الشرط هني شباب؟ شنو بيكون الشرط هني؟ يلا شباب وين الانتجر اي اصغر من او يساوي 10؟ مره ثانيه اللي قلتها في النهايه صح بس في البدايه ما سمعتك عدل. انتجر اي اصغر او يساوي 10. تمام حلو. انا صراحه مستانس منك يعني وناسه مو طبيعيه لان حاضرين لان ليش يعني تدري يوم تعرف ان شلون تقدر تساعد واحد خاصه في التدريس وتستانس. إزاي خلنا نشوف انتجر اي خلنا نقول ان هاي مو موجودة زين فاحنا بنبدي بهاي فلا تروحون دائما حق انتجر اي هاي مو ثابت هاي مجرد تعريف هاي مجرد كاونتر اوكي. فاذا انا عرفت في اول خطوة ما احتاج اعرف مرة ثانية لان ليش خلنا نشوف نقول له انتجر كاونت يعطيني غلط ما يصير لان ليش هني المكان مخصص حق شنو حق الكونديشن اوكي. ف
فهني شنو ما دام انا عرفت دايركت اقول لك كاونت اصغر لحظه اصغر إيه؟ اصغر اوصل 10 اوكي لان ليش لان معرف هني هل اقدر اخلي هني مره ثانيه انتجر ايرور ما يصير لان ليش معرف حتى لو ما كان معرف خلينا نقول هاي مو موجود خلينا نشوف هل يصير انتجر I count equal 1 ما يصير اوكي لان ليش هاي النوع وايل الوايل بس ياخذ الكونديشن هني ما ياخذ شيء ثاني اما الفور هني نعرف الاي بعدين الكونديشن بعدين الابديت هني الوايل لا طريقته تختلف تعرف برع اوكي بعدين تحط الكونديشن والابديت تخليه في بطن الوايل اوكي فتقول له كاونت بلس بلس او بلس بلس ايكوال تو اللي يعجبك اوكي وتخلي السيستم دوت اوت لاحظوا دائما هاي تكون اخر خطوه ضروري تكون اخر خطوه لان ليش خلينا نشوف اذا خليت سيستم دوت اوت كاونت انا شنو ابغي يطبع لي انا ابغي يطبع لي 1 2 3 4 الى 10 اوكي هاي خلي بس اوقفه شوي لان شو اسمه او لا خلينا نحط اذا خليته تحت شوفوا شنو الارقام شلون تطلع لاحظوا 2 3 4 اوكي اول بدايه كانت غلط زي ما بدا من واحد والنهايه بعد كانت غلط ليش لان اذا خليته اول شيء يزيد ما بياخذ واحد بياخذ 2 تمام فدائما الابديت يكون اخر خطوه وكل شيء بيكون قبله تمام فالحين اذا شغلته تمام هاي الوايل في فرق عنا عن الفور شباب في فرق عنا عن الفور ولا لا عشان خلص ترى احسكم تعبتوا في فرق شنو الفرق شنو الفرق يا باب ما في فرق نفس الشيء بس الاسلوب غير بالضبط ما في فرق يعني اذا اتوقع الفرق انتم تقصدون فيه هاي ان كل شيء يخلونه في مره واحده هنا لا يتقسم ولكن الفكره نفسها تعريف كونديشن ابديت وهني هاي اللي هني يعني الشيء اللي انت بتسويه الدو بعد نفس الطريقه خلها اسوي لكم دو الدو خلها بغير الاسم الكاونت خلها نقول كاونتر هالمره جا كاونتر اوكي وهني نقول له دو اول مره ما يطالع الكونديشن صح ولا لا بس اذا يعني ايش اسمه يسويها براويكم شلون هني بيكون عندي وايل الوايل قلنا كاونت كاونتر ايرور ثبت انه ما كملت الكونديشن زين اصغر او يساوي 10 اوكي وادش هني وين بيكون الابديت بيكون داخل الدو اني سيستم دوت اوت كاونتر زين وهني بيكون الابديت كاونتر اوكي ف شنو نشغل البرنامج خله هني بحط عليه كومنت لاحظوا وياي ابتدى من الصفر ليش
من هني بديت من الصفر. شوفوا في ساعات في أشياء يعني لازم تلاحظونها. إيه أوكي كلهم وان أنا حطيت صفر أوكي سوري. ف نفس الطريقة بس الكونديشن صار تحت. لاحظوا هني لو أنا أخلي هني 10 العشرة غلط مو مفترض تكون في الكونديشن. لو هني في الوايل شوفوا هني خلي بشيل الرقم شوفوا هني لو أخلي 10 ما بيشتغل لي الوايل. خلي بحط هني system.out while بنقول له شنو وايل وهني بنقول له شنو بنقول له do بس عشان نعرف احنا وين. اوكي ما شغل البرنامج بتشوفون هني ما بيشتغل اما هناك بيشتغل. ليش؟ لان اول مرة ما يطالع الكونديشن. من كذي الكونديشن تحت لاحظتوا الكونديشن صار وين تحت لاحظوا يساوي سوري خلينا نحط 11 زين ما اشتغل الوايل لان ليش الكونديشن فوق. مدام الكونديشن فوق اول شيء بيقارن الكونديشن زين ولكن اذا الكونديشن كان في النهايه اخر شيء بيشيك الكونديشن. فهاي نستخدمه حق شنو اذا اول مره انه سوى هالشيء اللي ابغيه بغض النظر عن الكونديشن. اما لا اذا الكونديشن مهم من البدايه بنستخدم وايل. زين مثل ما شفتوا هني شنو كونديش يعني كونديشن. فالاشياء اللي مثلا equals to yes to no ان تبون اليوزر يقطع بروحه فيستخدمون do or while. اوكي الفور في اذا كان العدد محدد مثلا طول الاري وذلين فيستخدمون شنو يستخدمون for. اوكي ما ابي اروح ازيد لان في ازيد في معلومات ازيد في الفور وهاي ما ابي اروح ازيد. ابي اخلي شوي وقت حق الكلاس وشوي وقت ليش قاعد نستخدم جافا مو شو اسمه وشوي نروح حق الاسئله وكذا نخلص. اوكي خلينا نخلص نحاول نخلص قبل 12 تمام. في احد عنده سؤال هنا شباب؟ لا تمام صح. لا ما في ازا حلو ازا خلصت هني. فكره بسيطه عن الاري خاصه حق جافا 2 جافا 3 اوريدي عارفين الاري. سؤال حق جافا 2 يصير ابي خمسه فيريبلز. اوكي يصير اقول له كذي انتجر اكس 25 واي equal 26 integer c Java 2. هل معقولة نسوي هالطريقة إذا نبغي كذا variable من نفس النوع؟ هل هالشيء معقول؟ هل هالشيء يساعدني كيكون البرنامج مالي أسرع؟ لا بس نسوي فاصلة أحسن لا. ممكن فاصلة بس بعد خلنا نقول عندي 100 variable هل بقعد بحط فاصلة وكذي؟ ممكن هالشيء يعني معقول أن أنا أستخدم كمبيوتر عشان يسرع علي مو قاعد عشان يعقدني صح؟ فهل معقول أسوي بهالطريقة؟ مو معقول صح؟ صح. فالحل شنو أن أسوي لي array. array يعني شنو؟ مصفوفات. خلا أرويكم شكل. خلنا نكتب array ونشوف شنو معناته يعني شنو الشكل اللي نقدر نتخيله. إذا ما عليكم من هالرسمة نبغي شيء ثاني هاي بعدين نبي شيء. إذا مثلا شوفوا هني هالدونات صفيناهم بطريقة معينة زين صفينا اثنين هني وهاي. خلنا نقول نبي بس صف واحد فاحنا نقدر نصف الاعداد اللي نبغيها في صفه واحده. اوكي نشوف ما في دونات بصفه واحده كله بصفتين لان بصفتين يعتبر 2 دايمنشن. ابي شيء صفه واحده صفه واحده
دائما اذا كتبت مثلا خل بجرب اكتب array of apples لاحظتوا شلون حاطين لي صفه تفاح مشكله كلها 2 dimension خل بكتب اذا قدرت array 1 dimension array في صورة بعد ايه هاي هو شوفوا شلون صفينا التفاح كله ورا بعض زين هل هالشي شي يسمونه اري اوكي واضح شنو هو الاري اصلا واضح زين نسمع حق الكمبيوتر شنو بنصف هل بنصف تفاح ولا بنصف شيء ثاني انتجرز بالضبط جبتها في شو اسمه انتجرز بنصف انتجر فمن كذي يوم نكتب انتجر اول شيء على فكره يصير انتجر دبل كل الهاي نقول له انتجر بعدين مثلا نسميها ليست اوكي نعطي اشاره انه ابغي اري شنو الاشاره هاي السكوير براكت اوكي هاي يسموها سكوير براكت لانه مربع الشكل اعطي اشاره انه هاي شو اسمه على فكره بعدين ان شاء الله بنتكلم هل اخليه هني ولا هني شنو الافضل وشنو في استخدام معين ولا لا بس حاليا خلنا نكون على هني تمام ترى قاعد اعطيكم جافا 2 قاعد اعطيكم شابتر 7 يعني ما ادري دشيتوا فيها اصلا ولا لا ما اعرف دشيتوا فيها لو سمحت ممكن تعيد ليست شنو اللي اعيد ليفت ليست ما فهمت ليست قصدك ايه ازا الليست هو مجرد اسم اقدر اسمي اي شيء هنا شنو كان عندي كان عندي تفاح هل اقدر اخلي اسمه تفاح ابلز عادي انتجر ابلز عادي الاسم مو مهم المهم هاي الاشاره اذا خليت هالاشاره معناته ان انا بستخدم اريز هاي المهم عندي عقب اقول له يساوي زين لاني انا مستخدم شنو مستخدم انتجر لازم اعطيه ايش كثر ابغي يكون طول الاري اوكي فشنو بقول له نيو شنو معنات النيو شباب عندكم فكره يا شباب النيو معناته مكان جديد في الميموري هاي معناته اوكي يعني احجز لي مكان في الميموري هاي معناته النيو زين اقول انتجر بعدين افتح مره ثانيه سكوير براكت كم من المصفوفات احتاج يعني مثلا هنا في الصوره كم هاي 6 اوكي فابي اخلي 6 هنا اخلي 6 تمام سويت لي اري من 6 ارقام فالحين مثلا خل نغير النوعين خلي string زين ليش بقول لكم ليش الحين string وهني بعد string ليش علشان نقارن الصورة نفسها شوفوا هني 5-4 منهم green وهاي red اوكي فنقدر نسوي نفس الشيء نقول له شلون نروح نحدد حق اول واحد نحدد نقول له apples نفتح سكوير براكت اول واحد يبتدي دائما بالصفر اوكي يبتدي بالصفر مو بالواحد فنخلي صفر نقول له شنو جرين تمام اقدر اسوي كوبي حق الهاي عشان ما اكتب في طرق اسرع ما بنتكلم عنها اليوم كم 4 اوكي هاي الخامس رد جرين مره ثانيه تمام سوينا بالضبط نفس الصوره صح ولا لا بالضبط نفس الصوره هذا ولا لا فالحين خلينا نقول بس شنو بقى نغير البوزيشن نقول له هني 1 2
3 4 5. اقدر اخلي 6 عندك 6 موجود عندك 6 يا شباب؟ بدينا من الصفر بالضبط، بدينا من الصفر يعني ما في 6 اوكي. فدائما اقل من السايز مره. في اشياء ازيد هنا نقدر نتكلم عنها بعدين، بس خل براويكم شغله. نقدر نطبع كل هاي في حركه واحده، شوفوا ايش كثر يصير سهل. هاي فايده اللوب، ان شنو ابغي من مكان 5 مرات اكتب system.outprint اكتبه مره واحده، اقول له شنو، اقول له انتجر. من وين ابي ابدي، شنو بدايتي؟ بدايتي صفر. ليش؟ لان هني صفر اوكي سيمي كولون. بعدين اقول له اي اصغر، اقدر اخذ فانكشن، اقدر اخلي 6 او اخذ فانكشن. حاليا خلينا نحط 6، بعدين نتكلم عن الفانكشن. بعدين اقول له اي بلس بلس لان ابي بالوحده. بعدين شنو اقول له؟ اقول له سيستم دوت اوت. شوفوا هني، شوفوا ايش كثر عندي فرص ان اتلاعب اوكي. مثلا اقدر اقول له ابل مثلا هني احط الفيريبل بنقول هني بنقول اي. في شيء احسن من ذي بعدين بنستخدمه ان شاء الله. ف شوفوا هني نحط الاي، بعدين بنروح بنيب الابلز الاري مالتنا. الان ما ابيكم بالضبط تفهمون الهاي، ولكن ابي اراكم شنو ممكن نسوي اذا عندنا اري وعندنا لوب واذا شيء نقدر نسويها. زين إذا شغلت البرنامج في تعديل بسيط أبي أسويه، أبي أقول له Apple One وبنغير دي. زين خلنا نغيره. إنه هني أبي ما نبي Apple صفر، نبتدي نقول له I plus one. مثل ما تشوفون شو اسمه عطاني ان كل تفاحه شنو لونها ورقم 5 رد اوكي. فوايد اسهل من مكان اكتب انتجر اكس انتجر واي اري وانتهى الموضوع. زين يمكن الاري حتى يمكن هو اساسيات الداتابيس اصلا، يمكن ثبتها صار الداتابيس وصار اشياء زياده. في العاده يستخدمون 2 دايمنشن الى 3 دايمنشن في الشغل يعني في البرمجة، ولكن one dimension بعد وايد لا استعماله يعني في البرمجة الحقيقية بتشوفون وايد وايد يستخدموا erase. إزاي؟ فهنا نسبح حق erase في شيء وايد مهم لازم نفهمه اللي هو الكلاس. شنو معنات الكلاس؟ ناخذ بريك 5 دقائق ونرجع. شباب شو تقولون؟ أوكي أخذ 5 دقائق عشان نصير شوي فريش ونرجع نخلص. عندنا كلاس وعندنا نطلع على الأسئلة نحاول نفهمها. إذن أسئلة جافا 2 وجافا 3 شيري نحاول نفهمها شنو يبغي منا بالتولز اللي عندنا، وبنروح ليش إحنا قاعد ندرس جافا مهاي. إذن فبنرجع 11:45 أوكي. نرجع 11:45 خلي بس احط لكم الوقت، لا نتاخر عن هالوقت. اللي بيشرب ماء، اللي بياخذ راحه، اللي هو تنفسه على ما نرجع اوكي. بس عندنا هالثلاث نقاط بنخلصهم وخلاص اوكي. بخلي شو اسمه مفتوح بس بخلي ميوت. يا شباب
زين خلنا نرجع الحين عندنا شيء وايد مهم ضروري ضروري نعرفه اللي هو شنو الأوبجكت وشنو الكلاس. جافا 3 وايد بتتخربطون في هالشغلة اللي هي أوبجكت، لأن الأوبجكت لها معنيين. زين إذا نروح على جوجل نكتب أوبجكت لا شنو معنات أوبجكت شباب؟ يا شباب رجعنا ايوه اكثر شنو معنات اوبجكت شنو معنات اوبجكت هني كصور شنو معناتها ادوات او اغراض بالضبط ادوات اغراض اشياء اوكي حتى اذا نروح حق الترجمه بس خلها هاي موضوع هدف شيء احنا نركز على شيء غاية شو اسمه قصد المهم زين شيء اشياء زين فأوبجكت يقصدون فيها ساعات ديتا وساعات يقصدون فيها شيء ثاني اللي هو شنو شيء ثاني أوبجكت اوف كلاس اوكي أوبجكت اوف كلاس هنا يتغير المعنى هنا اذا نروح أوبجكت اوف كلاس اكثر شيء مناسب حق هاي الاوبجكتيف كلاس انه هاي ان شنو عندنا شخص عندنا كلاس بيرس داخل هالكلاس عندنا فيريبلز زين نيم ايج سيتي جندر مثلا يعني الميثود مالينا الميثود الحركات اللي يسويها يعني مثلا قاعد ياكل مثلا هنا ايد قاعد يدرس سليب بلاي زين فالاوبجكت ممكن يكون كذا شخص اوكي مو شرط يكون واحد انا اشوف بعد هني هل ممكن نسوي اوبجكت حق السيارات يا شباب نقدر نسوي اوبجكت حق السيارات نقدر ايه شلون نسويها شنو بيكون اسم الكلاس حق السيارات؟ أنا هذا الدرس وايد مهم وايد ضروري. جافا 2 وجافا 3 وكل اثنيناتكم يعني تحتاجون هالمفهوم يعني بشكل صحيح. شنو بيكون اسم الكلاس إذا مسوي حق السيارات؟ مثلا يعني أي شنو بتعطوني من أسامي؟ كارز. إزاي؟ هاي هو عند الكلاس، تمام؟ إزاي؟ شنو ممكن يكون في الكارز؟ شنو الصفات؟ صفات يعني variables. شنو الأشياء اللي تكون في السيارة؟ صفاتها. شنو صفاتها؟ color. ممتاز. لون. بالضبط. فأنا حاليا بخلي private بنتحكى عنه في وقت ثاني. مثلاً نقول له string. كالر يخربطكم برايفت إذا يخربطكم بشيله يخربطكم برايفت لا نبي نتعلم عنه أوكي خلاص بعد شنو speed weight ثياتهم صح بعد نكتب برايفت نقول له speed بيخليه انتجر لأنه ما في يعني ما اعتقد كسري اذا انا مو غلطان اذا غلطان قولوا لي سبيد يمكن كسري بعد ما ادري خبروني يعني بنصلح ما في مشكله ويت اوكي ويت فيها كسري فبنخليها دبل اوكي ااا
اعتقد بالاي اذا انا مو غلطان، ولكن سامحوني بالسبلينج انا شوي ضايع. في اشياء ازيد في ما نقدر نروح يعني ليه ما شو اسمه الى ما لا نهايه، وفي وايد زين. فهي الصفات مشتركه، ويت سبيد ويت مثلا. زين الحين خلينا نروح حق الاكشن، اكشن اللي في السياره. شنو الاكشن؟ شنو الحركات اللي تسويها السياره؟ اكسلريت ممتاز ممتاز. ايه نخليها بابليك. اوكي ليش بابليك برايفت بقول لكم، بس خلى عقب شوي. اكسلريت زين، خلينا نقول هني نوعيه شنو بيكون انتجاب. اوكي سبلينج ضايع بس احس عادي، لا مو مشكله السبلينج حاليا لانه ما ابي اروح اصلح في جوجل وذي. في هني اوبشن يصلح السبلينج، مو مهم السبلينج حاليا زين. فاكسلريت بتيام سبيد. بعد شنو؟ السيارة تمشي قدام ولا ورا؟ الاثنين بالضبط. فنقدر نسوي مثلين فورورد وباكورد، تمشي يمين ولا يسار؟ اثنين بعد. بعد الاثنين نقدر نقول turn left turn right. إذن فشنو عطيناهم action. هاي لا فهمتوا الفرق بين ال variable وال method، فيها action وفيها شو اسمه. مثلا forward ما نحتاج قيمة بس أمر، أمر فاضي فبنخليه void. نقول public إذن void forward. على فكرة روبوتينج يعني إذا بتتحكم بسيارة روبوتينج بتسوي لك كلاس كذي زين. خلينا نقول إن واحد منكم بيشتغل في مشروع ذكاء اصطناعي بيمشي سيارة يعني خلينا نقول أوتو نبروحة تمشي، إذا بيستخدم هالمثودات صح؟ بيستخدم شيء ثاني؟ لا بيستخدم هالمثودات وبيبرمجها على حسب السنسر الديتا اللي بتعطيه. فورورد point. حتى حق الألعاب على فكرة كذي مصنوعة، نخلين كلاس سيارات وحاطين الاكشن وحاطين الصفات. ممكن الصفات تكون مثلا بيكتشر اذا كانت جيم يعني عادي، ولكن الجيمز فيها وايد جرافيكس وايد باكيجات نحتاج، يعني شوي كلاس يعني بسيط ما ينفع لان فيها وايد جرافيكس، فنحتاج باكيجات نضبط الديزاين بعدين ضبط الموفمنت مالتها. turn right الزين. فكتبنا احنا الميثودات. الكلاس انا اشوفه بارز، في اشياء نقدر نضيفها ولكن لحد هني كفاية. ابيكم تفهمون هاي شنو الحين، هاي شنو الحين اللي احنا سويناه شباب؟ هاي اللي سويناه شنو الحين شباب؟ اي شباب وياي ولا نمتوا؟ معك وياك. زين
زين هاي اللي سويناه الحين شنو هو اللي سويناه الحين ايه كلمه واحده بس هي شنو حتى لو غلط انا استانس وما اسمع اغلاط لان بقدر اصححها فالبيسك يكون قوي انا هدفي ان اخلي البيسك مالكم يكون قوي هاي الهدف ميثود الميثود هاي هو هاي الميثود ولكن هاي كامل شنو هاي كامل شنو الميثود هاي هذين هاي ميثود واللي فوقهم variables instead variables يسمونه لأنها يعتبر يعني global إذن هاي كامل شنو class ممتاز class إذن من وين هي الobject هاي اللي نبي نعرفه الobject الله يسلمكم هي من هني من class ثاني من مكان ثاني ساعات يكون object من نفس الكلاس يعني في جافا 3 تتعلمون أشكال ولكن كجافا 2 كله بيكون بشكل واحد. إنزين شلون بيه الأوبجكت لاحظوا بيه عدل. الأوبجكت نوعيته كلاس. طب شنو نكتب؟ نكتب cars. أوكي. بعدين بنكتب أي شيء. شنو عندنا أوبجكت من سيائر؟ يا شباب شنو عندنا اوبجكت من السعير يعني نوع السيارات بالضبط نوع السياره شنو هي بالضبط مثلا اعطي مثال كورولا بالضبط تويوتا كورولا اللي هو سبلينك تويوتا اسهل لي وقت تويوتا زين ممتاز بعدين شنو قلنا له نيو كارز بس هاي شنو تويوتا عبارة عن شنو اوبجكت ممتاز اوبجكت اوبجكت زين اوف كلاس كار اوكي هاي الشيء وايد مهم ترتاح يعني بعد ايه فهمتوا ترتاحون بشكل مو طبيعي زين هل هنا في داتا في فاليو هل هنا موجود السبيد الويت الكلر لا مو موجود في قيمه في لها قيمه كم السبيد هنا لا لا هنا فقط يسمونه بلو برنت انت بس تخلي مكان حق الفيريبل ولكن القيم يتفي من وين؟ من الأوبجكت لأن ليش كل أوبجكت قيمتها بتختلف صح ولا لا؟ فمثلا الحين تويوتا نبي نحط له color وspeed وweight لأن أنا ذلين خليتهم private ليش خليتهم private؟ خلي بروريكم والحين تويوتا يعتبر object of the class تقدرون تسوون access حق كل شيء في الكلاس ولكن في أشياء منعناهم قلنا لهم private ما نبيك تسوي له access direct ليش عشان ما يصير يعني ما يصير خلل ما يصير شيء نقدر نحط if statement اذا نبغي ما نبي مثلا ما نبي رقم سالب يصير speed بالسالب ما يصير زين فعلشان كذي خلينا private فالحين لو قلت له tuta dot speed حتى تشوفوا في الخيارات مو موجود equal مثلا سالب 50 مثلا شوفوا طلع لي بالاحمر ليش قال لي speed has a private access on cars اوكي اما لو كان public خلي بخلي public شوف ايش صار عادي ولكن الفاليو غلط يصير بالماينس speed ما يصير صح ولا لا فشنو فخليته اوكي فبرايفت ما يصير ما نقدر نتحكم فيه لا نشوف الداتا ولا شو اسمه علشان ليش تحكم يصير فيه احسن فشنو بنستخدم حق الهاي بنستخدم set و get اوكي فعلشان
هو private نستخدم وياه set و get بنخلي له لأن ليش لأن private ما في مجال إن نحط له قيم فبنقول له شنو بسوي مثل ثاني بنقوله public اختصار حق private و public هاي modifier يعني أنت تعدل تبغيه يطلع في المين ما تبغيه يطلع في المين أو في class ثاني بالأحرى مو في المين في class ثاني تخلي public أو private الميثودات كلهم نبيهم في الأغلب يعني نبيهم يطلعون في كلاسات في كلاس ثاني في الخلاف public Java 3 بتشوفون ميثودات قليلة بتكون private إنه ما يبونها تطلع مكان ثاني زين بركزوا حق هالنقطة فبنقول له شنو بنقول له void set على فكرة هاي مثابت ها ممكن تغير في Java 3 set مو شرط يكون نوعيته void مثلا نقول له شنو نقول له انت يعني بعد بس ليش استخدمت this شو السبب ليش استخدمت this يا شباب شباب عشان ترد تستخدمه علشان افرق شوف هنا عندي سبيد وهنا عندي سبيد اي واحدة اللي قاعد اقصدها فبصير خربطة لو مثلا اشيل ذس ما بعرف شوفوا خربطة ما بعرف ولكن لو أخلي this بيعرف إنه أقصد هاي زين إذا variable فوق أبي يعني اسمه متشابه مع البراميتر أخلي له this أوكي في بعد لها استخدامات ثانية حق الكول ما كول هاي بعدين Java 3 وايد بيستخدمونه زين فمثل ما شفنا الحين عندنا method this فنقول tutor put set speed ونحط الرقم 500 اللي هو ففائدته شنو مثلا بني هني بنخلي له اف تعرفون شلون تشيلون نيجاتيف يا شباب تعرفون شنو الشرط اللي بتشيلون فيها نيجاتيف لا الشرط الله يسلمك بتقول له speed less than zero less than zero إيه إحنا نبي نشيل النيجاتيف فنقول له شنو دائما greater than zero أوكي هاي الأشياء كامل مع الممارسة بتي لكم وايد في يعني هالأشياء بتي لكم زين ف يعني مو بس نحفظ الاف نحفظ الاف وشلون نشيل النيجاتيف وشلون نعرف الزوجي والفردي هالسوالف فاي سؤال تقريبا لنا عادي بدنا نحله بسهوله زين فاذا خليت له هني رقم سالب ما بيسيفه زين الحين هاي الست بس عشان نحط القيم الجيت عشان شنو نطبع القيم نقدر نشوفها اوكي هني بيقول public بتكون نفس نوعية الـ variable اسمها get حتى تشوفوا البرنامج already فهم get speed شنو نقول له نقول له return speed بس اوكي فالحين مثلا لو خلينا سالب 50 خلينا نطبع الـ get نشوف tutor دائما الاوبجكت لازم يكون موجود وياه اوكي جيت جيت شان بيعطيني اعطاني صفر اوكي ليش لانه ما سمحنا له انه يخلي السالب لو كان دايركت بابليك كان يحط اللي يبغي كان عادي يشير البرنامج حتى الحين لو خليت 50 شغلته مره ثانيه اعطاني 50 اوكي اذا لأن
ما يعني احسن طريقه ان شنو نبي في مره واحده نحط كل الفاريبلز زين، فما نبي نعور راسنا كل واحده نسوي لها سيت وذي فلا فشنو بنسوي؟ بنسوي كونستراكتور. كونستراكتور شلون؟ بنقول له public اسم الكلاس cars اوكي، بعدين ناخذ الثلاثه ذلين string وانتجر ودبل اوكي ناخذهم نقول له خل باخذهم كوبي هالايرور ثبت هناك خليناه بدون شو اسمه بدون خليناه بدون قيمة في القوس هني وين هني الغلط اوكي ابي ارجع مصالحه فشنو بنحط له؟ بنحط له الحين كله this نبتدي بال this speed already bars عندنا وشنو بناخذ الاف خلينا ناخذ الاف وياه حطه هني مثلا اوكي this dot color equal color this.8 اوكي فالحين شنو الحين ما يحتاج نروح نحط القيم يعني كل مره بنحطهم ويا بعض ولكن شنو المهم نعرف الترتيب فنقدر ناخذ هاي كوبي زين زين فكالر خلينا نقول مثلا ريد ايد خلينا نقول 150 ويت خلينا نقول خلينا دبل لوك 1 اللي هو 1 تن نقصد فيها تمام فصفينا الفيريبل ورا بعض في مره واحده اذا شباب ابي اسوي اوبجكت ثاني هاي كل اللي شرحته عشان اسوي اوبجكت ثاني ابي اوبجكت ثاني سياره ثانيه أعطوني سيارة ثانية وأعطوني مواصفات. يلا شباب. شباب وياي ولا نمتوا؟ وياك. زين عطوني أوبجكت ثاني. خلنا نقول لامبورغيني. كي؟ لامبو و كالر بلو. بلو. بنيو. كارز. كالر بلو. نحط الدبل ها؟ إيه؟ تمام. speed. speed 300. إيه. وزن. وزن 1 تون بعد. 1 تون. حط price بعد إذا نبغي. ولكن السؤال المهم. فهمتوا الفرق بين الأوبجكت؟ شنو هو الأوبجكت وشنو الكلاس؟ هاي وايد ضروري ترى. ها شباب فهمتوا الفرق؟ شنو الكلاس وشنو الأوبجكت؟ فهمنا. وبيت كذي انتم بترتاحون وانا بعد برتاح اذا فهمتوا هالفكره خلاص زين فننتقل الحين حق الشيء اللي عقب لان هاي شيء وايد كان مهم الحمد لله قدرنا نغطيه زين الحين دردشه عاديه اعتقد بسنا برمجه وكومبايلر وكذي في شغله ابيكم تعرفونها البرمجه عملي فشلون بندرس بندرس بالطريقة التالية أن نستخدم Teams أوكي تستخدمون الكومبايلر مالكم أعطيكم سؤال تحلونه بنفسكم يصيدكم تشير شيء ما فهمتوا أشرح لكم أفتح الشير مالي أشرح لكم شنو هي الفكرة تردون تسوون تغلطون مرة ثانية أشرح لكم تردون تغلطون ليه ما تصيدون الحطة لأن ليش أنتوا لازم تعرفون شلون تستخدموا التولز مالينكم اوكي ف
فإذا اعتمدنا على نفسنا نفسنا وحاولنا بالكومبايلر ما في شيء بيوقف قدامنا، خلاص خذينا العلم مال الكومبايلر، بعدين حتى بروحي بسوي برنامج عندي فكرة شلون أسويها. إزاي خلنا نروح حق الأسئلة. على فكرة الأسئلة كلها سهلة حق نفس المستوى اللي قاعد تتعلمون منه، ما في شيء صعب. أوكي، أما إذا تروحون في العالم الحقيقي في وايد تحديات، في تحديات ما حلوها للحين. خلنا نشوف. أنا بديش على امتحان فاينل، شو رأيكم؟ دش عميق. زين، هاي أوتبوت مو مهم. خلنا نقرأ السؤال ونحاول نفهم. مشكلة أنتوا ما خذيتوا أري، خلنا نروح على سؤال ثاني. إيه هالسؤال أحسه أوكي، مو شرط تفهموا البرنامج كامل، ولكن أبيكم تقولون لي شنو التولز اللي نستخدمها. أوكي، مو مهم عندي البرنامج كامل، أبي يعني المهم طريقة التفكير. إذن write a definition of a class name task class that includes the following private member. إذن السطر الأولي واضح؟ واضح. شنو يعني؟ شنو بنسوي؟ كلاس اسمه تاسك. ممتاز، كلاس اسمه تاسك. إذن السطر الثاني قاعد يقول لي list an array of type string to hold a name of task. بعدين count current number of شو اسمه task in the list. Max size the maximum size of the list. شنو معناته الثلاثة؟ بدون ما ندش details، نبي بس يعني بشكل كذي نعرف إنه شنو يبغي منا. ما شباب شو نسوي؟ إذا نعرف في نوعية تاسكات. أوكي، array شوفوا هنا شنو قال لي private members. يعني شنو private members؟ يعني ما نقدر نسوي لهم access من كلاس ثاني. إيه يعني كذي، يعني كذي، يعني variable يكونون private. أوكي، هاي معناته. إذن شنو نوعيتهم؟ قال لي list. النوعية مالته شنو؟ array. نوعيته array of type string، يبي الarray يكون string. أوكي، تعلمنا شلون نسوي array string، حتى إذا ما عرفنا مو مشكلة مرة ثانية. تمام، ال variable الثاني شنو بيكون؟ count. شنو نوعيته؟ ساعات ما يقول لك النوعية، ساعات يعطيك شرح مثلا current number. زين number of array task in the array list، يعني ايش كثر في أشياء في الarray list. فشنو بيكون نوعيته هاي count؟ public. لا لا لا، خلنا نرجع. public و private هاي مو نوعية، هاي برو شو اسمه modifier. تبغي تسوي له access من كلاس ثاني او ما تبغي، هاي بس ما له شغل في النوعية. النوعية string double integer دلين انواع. اوكي اوكي، مرة ثانية count شنو نوعيته؟ انتجر. ممتاز، لأن نمبر. أوكي، إذن max size شنو نوعيته؟ انتجر. بعد انتجر. ممتاز، إذن فعرفنا إن شنو يبي variables، يبيهم private كلهم وأنواعهم انتجر. شنو max size ما شنو هاي؟ بعدين عقب بنطالع شنو بنستخدمه. إذن additionally the class should include the following public method. الحين رحنا في الميثود، فالميثود طريقتهم تختلف. الميثود اول شيء modifier sorry هاي constructor. اذا modifier التايب واسم الميثود. اوكي، واذا في شيء في البارامتر او لا. اذا فهني قال لي constructor with one parameter. تعرف حق constructor ولا طوفه؟ اذا ما تعرفون بالطوفه هاي شباب.
تقدر تشرحها لنا؟ اوكي. كونستركتر، كونستركتر هو عباره عن شنو؟ دائما يكون شفتوا هني هاي اللي عقب القوس، هاي كونستركتر نقدر نبرزن من ال شو اسمه الكلاس، نخليه كذي public واسم الكلاس. زين اسم الكلاس cars نخليه cars، اسم الكلاس auto نخليه auto، اسم الكلاس demo نخليه demo. اوكي. عندنا نوعين، عندنا with parameter يعني في شيء داخل parameter، وعندنا default. default يعني ما في شيء في parameter. شلون بنعرف؟ بيقول لنا احنا شنو قال لنا a constructor with one parameter m okay of type integer. واضح؟ يعني constructor داخل القوس m ونوعيته الm integer. بعد شنو قال لي؟ قال لي the constructor should initialize count to zero. count من هاي الكاونت، نقول له count equal zero. بعدين قال لي set the value of max size to be as m. ايش نقول له؟ نقول له max size equal m اللي خذيناها من القوس. بعدين create a list، هاي بعدين بنتكلم عنها. اوكي هاي خلوه بعدين. فلان ليش؟ لان هني يوم نكتب الاري ما يعني ما نكتبه كامل، فتكملته تكون شو اسمه تحت. اوكي فهاي هو الكونستركتور. واضح تقريبا؟ مو مهم عندي كامل، بس ابي التصور مالك انه شلون بحل، انه تعرف شنو التولز اللي قاعد تستخدم، شنو البنيه. مو مهم عندي ان تفهم الحين كامل، لان بعدين بالتجربه بالحل بصير الموضوع وايد سهل. زين اوكي هاي كونستركتور. اوكي زين نروح حق شو اسمه حق الميثود. ميثود شوفوا هني a method name at task that takes يعني شنو؟ يعني في القوس string t as a parameter. اوكي يعني شنو؟ يعني في method اسمه at task ياخذ في القوس. شوفوا هني لازم تعرفون الميثود شنو يسوي. the method should add t to the end of the list array. سؤال هني ياب النوعية، قال لي نوعية الميثود شنو؟ قال شنو نوعية الميثود؟ لا فشنو string. بيكون؟ لا مدام ما قال فبيكون void. شلون شنو الصيغة دائما اللي بيقول لك إياها؟ بيقول لك return value. خلوا بشوف إذا في مكان ثاني. طيب بعدين دائما اسمع يقول لك return، إذا method يقول لك return. زين خلوا نشوف، لازم ادش جافا 1 اسئله جافا 1 خلوها مو مشكله. زين فما دام ما اعطاني نوعيه بيكون void. شنو بسوي داخل الميثود؟ هاي خلوه بعدين، المهم عندي الحين تفهموا الاساس. زين بعدين شنو قال لي 3 a method name search that takes as a parameter t of type string. string حق t. اوكي ذا ميثود شود ريتير اكو. شنو قال لي؟ قال لي ريتير ترو. فشنو نوعيه الميثود؟ بوليان. ممتاز بوليان. لان ليش؟ قال لي ريتير ترو، وترو فولت بيكون شو اسمه نوعيه شو اسمه البوليان. if the t exists in the list array otherwise it should return false. اوكي هاي الفانكشن اللي داخل هاي بعدين مو مشكله، هاي نحتاج شوي خبره. ولكن بدايه لازم نفهم ان شنو القالب اللي بنسرع عليه البرنامج. زين عقب ما نخلص هاي قال لي روح المين. شوف هني in the main method below يفضل يكون في كلاس ثاني. اوكي create object name my task. شنو هو object الحين؟ شنو هو الأوبجكت؟ ما شباب؟ إيه؟
قال لي اوبجكت. شنو هو الاوبجكت؟ لو الكلاس بالضبط، اللي هو نسخه من الكلاس. يعني هني شو اسمها الكلاس؟ اسمها تاسك كلاس. بنكتب تاسك كلاس ماي تاسك ايكوال نيو تاسك كلاس. بالضبط، حط هنا كاتب لنا، شوف وين اكو كاتب لنا. زين ياخذ كباراميتر 10. زين بعد شنو قال لي؟ قال لي اد هوم ورك. هاي بادي مو مشكله، ما بنسوي بس. يعني تقريبا انتم فهمتوا. هل استخدمنا هنا لوب او اف او شيء كذي؟ يعني البن، يعني هل اتخربط ان لدرجه اقول بويا شنو بستخدم؟ ها شباب؟ لا لا. ايه هاي الاساس، ان افهم بالضبط شنو يبغي. زين بعدين اقدر اروح حق يعني حق البادي بيحتاج خبره. خلينا نشوف سؤال ثاني. كونسيدر مشكله هاي 2 دايمنشن ما اخذته للحين. هاي بعدين، هاي بلاش الشرح. زين انا خلينا ناخذ انه هاي 2 دايمنشن، خلينا نفهم الفكره انه شنو يبغي منا. اوكي بدون في شرح زياده ما نحتاجه. زين شوفوا شلون. consider a class that have four section. four section، section 1 section 2 section 3 section 4. اوكي حتى هنا حاطه لي section. each section has a 10 student. مثل ما شفنا هاي 10، كل section عنده 10. use the space below. لا لا لا. then read the marks for each student in the section and store them in two dimension array. اوكي لحد هنا مو مهم. زين فبنسجل في 2 دايمنشن اري، بعدين بنتعلم وبنسوي. شوفوا هنا شنو قاعد يقول لي. each row where each row represent a section. اوكي هذا بعد مو مهم. شوف المهم شنو. ها يقول لي your program should output the number of fail student below 50. شنو معناته الكلام؟ ابي المعنى، ما ابي شنو البرمجه، ابي الفهم العادي اللوجيك، لان بعدين بنبني عليها اشياء. شنو يبقي مني هالسطر بس، الباقي اللي فوق مو مهم عندي. لدرجتهم اقل من 50 طلعهم راسبين. نطبعهم. نطبعهم. اوكي ايه بالضبط. هو مثلا قال لي سكشن 1 كم واحد فيهم راسب؟ أربعة. شو عرفنا هاي سكشن ولا؟ واحد، زين، اثنين، ثلاث، أربعة. أوكي؟ مدام نفهم الفكرة الأساسية بعدين نقدر نحط عليها برمجة. أوكي؟ هاي بيصير عملية سيرش، بعدين بعلمكم شلون الطريقة. كذي. هني مثلا ما في ولا واحد راسب. أوكي؟ هني خمسة وهني اثنين. أوكي؟ سهل. هاي output already. ترى هاي امتحان final، ها مو امتحان شو اسمه، هاي رسمة بعدين تتعلمونها. تبون امتحان ثاني نشوف سؤال ثاني ولا؟ اوكي فهمت الفكرة. شباب فهمي؟ اوكي حلو. زين الحين بنروح حق شنو؟ عندنا برنامج. الحين خلنا نشوف فهم السؤال كيفية. اوكي الحين خلنا نروح ندردش شوي برا الدراسة. نروح حق بنروح سؤال ضروري لتفهمونه، ان ليش انتوا قاعد تتعلمون على جافا مو قاعد تتعلمون على بايثون؟ اعتقد هالسؤال وايد يفتح في بالكم ولكن ما تعرفون الاجابه، فانا بقول لكم. زين هاي بايثون. اوكي طريقه الصياغه والفيريبل اوكي نفس الشيء تقريبا، ولكن شوفوا شلون. لاحظوا هني، هل انا كتبت انتجر ولا سترينج ولا اي شيء؟
شباب هاي بايثون ما كتبت. إذن هل أقدر أسوي نفس الشيء في الجافا؟ هل أقدر أسوي نفس الشيء في الجافا؟ ما أخلي انتجر ودبل وذلين؟ يصير أو لا؟ ما يصير. ما يصير. لازم أخلي انتجر ودبل وهاي. إزاي؟ مثلا هنا بغيره كان 5 لا بحط اسمي مثلا علي وشغله بيطلع اسمي بيطلع بيطلع طلع اسمي. زين اللي تحت جون بخليه رقم كسري بيطلع. شنو معناته هالكلام اللي نشوفه؟ شنو معناته؟ شنو معنات هالكلام؟ شنو اللي استنتجتو؟ اوه اخيرا سبحان الله غلط. زين ها الازاد ما استغرق لنا. نشوف اذا خليته في فيربول اعتقد يصير زائد في البرنت ما يستخدم لكن اوكي. شنو اللي استنتجنا؟ ما يصير. ايوه الحمد لله في شيء ما يصير. اوكي فما يصير. شنو اللي استنتجنا؟ ليش هني ما في variable يعني variable type of variable هناك فيه؟ هل معقول ان لغة ما فيها type of variable؟ شباب لا فرق في الكمبايلرز تقريبا هو قاعد يصير اوتوماتيك قاعد يتعرف على النوعية. فخلنا نقول ان انا واحد جديد توني بتعلم البرمجة اذا رحت مرة واحدة x equal والشيء اللي ابغيه وصادفتني هالمشكلة لاحظوا هالمشكلة بس خليت هاي زاد هاي زين شنو عطاني؟ عطاني cannot concatenate string not float to string. زين ما بعرف شنو هو الفلوت ولا بعرف شنو هو السترينج صح ولا لا لان ليش ما مر علي هنا في اللغه. اما اذا انت من جافا زين جيت هنا بتعرف انه اوكي ما يصير بسبب شنو انه هاي فلوت وهاي سترينج ما يصير اخليهم ويا بعض فشنو فتقول اوكي تمسح هاي تخليهم كل واحده بروحها لان تعرف ان النوعيه مختلفه تمام. فبايثون لغة حديثة نسبة حق الجافا. الجافا قديمة ففيها وايد فانكشناليتي واختصارات وايد. إذن فإذا الواحد بيتعلم من البداية بايثون بيصير عليه أصعب اللغات الباقية لأن ليش كلهم فيهم اختصارات. أما هني هني كل اختصارات أما هناك شنو ما في اختصارات فبيتعلم الأساس شنو هو الانتجر شنو هو البوليان شنو شو اسمه. يعني مثلا خلا براويكم هنا خليت ترو شوف صح شكل سبرينج غلط أو يمكن بالكابيتال خلينا نشوف خلا بس مكتب هنا نفسه كتي كابيتال انا اشوف كتي تي كابيتال اوكي. فمثلا اذا شفنا ترو اور فولس او شيء كذي ما بيعرف شنو معناتهم صح ولا لا لان ليش ما اعرف النوعيه فهم علي شلون؟ فهمي
إذن شوفوا مثلا في الإيري، حتى في الإيري عرف لي شو هني، أخذ هاي مثال في الإيري شوف شلون. خلا نشيل هاي، هاي إيري إذن نقول له print طبع لي ثلاثتهم كامل. إذا خلنا نسوي نفس الحركة في الجافا نشوف يصير ولا ما تصير. فنروح هني أول شيء بيعطيني إيرور طبعاً، فشنو بقول له؟ بقول له إنتجر أو لا هاي سترينج، سترينج زين، وحط له قوس بعدين باي هني. أوكي في حركة ثانية نقدر نخليها، نخلي بريسي وهو بيعرف إنه شنو نزلين. هلا الحين نروح له نقول له system.out fruits يشغل البرنامج. شو اعطاني؟ شو الشباب؟ شنو هاي الشباب؟ ترى هاي مو خربطة ها، هاي في وراها شيء، ولكن شنو هاي؟ هو وياي ولا مشيتوا؟ ياك زين. شنو هاي؟ حد يقول لي. شوف هني نفس الشيء ما غيرت، إذا رح حق البايثون بس كتب فروس وانطبع لي. هني ليش ما قاعد ينطبع؟ هني ما قاعد ينطبع لأن شنو قاعد يعطيني الأدرس ميموري، هاي الأدرس ميموري، لأن الفانكشن بايثون قاعد يسوي لي أشياء يعني اختصار ما تصير في لغات ثانية خاصة اللغات القديمة. يعني لو أنا أبي أطبع نفس طريقة البايثون هني وين راح بالشكل هاي بالضبط أبي أطبع، شوف شلون لازم أطبع. أوكي لازم أروح system.out زين، أقول له string وأفتح قوس كذي square bracket. أوكي بعدين خلي لي square bracket وهاي الخط واحد، بعدين أخلي لي هني زائد أقول له fruits zero، بعدين أخلي له زائد وخلي له شنو فاصلة مرة ثانية فاصلة وسبيس، وهني أروح له بلاس ونأخذ هاي ثانية، هني أخلي له وان، وبعدين كوتيشن فاصلة فاصلة زائد كوبي اثنين. اوكي اقول له شنو اسك العلامة، وهني مثلا خلينا نقول نقطة. لاحظتوا شلون؟ او نسيت اثنين صدقون نسيتهم. شوفوا ايش كثر كتبت عشان اوصل نفس المستوى، لاحظتوا وياي؟ ما في نقطة بس مو مشكلة. ايش كثر كتبت عشان اوصل نفس المستوى الكود؟ هناك شنو كتب؟ بس كتب شنو؟ print. هني ايش كثر كتب في البرنت؟ يا شباب شباب
ترى خلصنا. ايه زين لاحظتوا الفرق ايش كثر؟ ايه زين اذا انا ابي اتعلم شنو الاحسن لي، اتعلم من جافا ولا اتعلم من بايثون؟ ابي اتعلم، ابي اساسياتي تكون قويه، اتعلم بايثون جافا بالضبط. فمن كذي شو اسمه انتم قاعد تتعلمون على جافا، ولكن كل اللي قاعد تتعلمون موجود على بايثون، ولا بنطور واحسن منه بعد حتى. فهاي هي الفكره. تمام، شنو في نقطه بعد ما غطيناها؟ خلينا نشوف، اعتقد غطينا. في نقطه اخيره لكم خلق ولا خلاص انشرتوا، اللي هي شنو اقدر اسوي بالجافا؟ شوفوا هاي مثلا تايمر اصلا بالجافا تقدرون تسوونه. شنو بعد؟ شكلها لغه قديمه، فالاشياء اللي تطلع شويه شكلها مو حلو نفس الحين. تقدر تسوون سيستم كامل فيها لوج ان ولوج وباسورد ويوزر وكل شيء بالجافا. زين تقدرون تسوون العاب مثلا جافا جيمز. خلينا نشوف تخيلوا ان هاي مثلا بالجافا تقدر تسويه، بس هاي وايد فيها جرافيك، نبي شيء ابسط نقدر احنا نسويه. مثلا هاي دي فيها وايد جرافيكس، فمثلا برا لكم لعبة سهلة نفس XO. XO بالضبط. زين مثلا عندك هاي هانج مان، زين تقدر تسويها بالجافا عادي بالمستوى اللي انت فيه الحين. في شغلات تتعلمها ولكن عادي تقدر، وين راح تقدر تسوي بهالمستوى هاي. اوكي لا هالمستوى XO اللي هو يسوون تيك توك. تيك توك سمونا تيك توك لا اكس او تيك توك تو كانت في الاقتراح. ايه اوكي صح صح تيك توك تو بالكي مو بالسي. اوكي حلو طلع لي تيك توك. لا لا تيك تيك ب ايوه زي التو تي او اي. وانا خلي الاي هني كل شيء سوف فراغ هناك. أنا أوكي. روح على اليمين سو تو تي أو إي. إيه فراغ تو تي أو إي. تي أو إي. أوكي إي. حلو. زين هاي قبيح بتقدر تسوون أحلى منها. زين فا تقدرون تسوون أشياء وايد شو اسمه. عادي ما فيها مشكلة. تقدرون هالشكل عادي تقدرون تسوونه. هاي مجرد كرافس صور جايين ترتبونها بطريقة وانتهينا عادي. زين فالمهم ان اساسياتنا تقوى. زين احنا كذي خلصنا الهاي مالنا. فالطريقة اللي بنشتغل عليها ما بتكون كلها شرح لانه وايد مملة وايد بتتعبون. فشنو بنسوي؟ بنسوي جروب بنشتغل ويا بعض. اوكي في اي حزه، مو شرط انا يعني حتى لو انا مو موجود تقدر تشتغلون عادي. عندكم التيمز وعندكم الطريقه وتقدرون تبحثون وتشتغلون عادي، بس مجرد شنو اذا صرتوا ستاك انا ارجع اساعدكم. فهمتوا علي شلون كذي هالطريقه؟ تمام. فانا بوقف لان احس صدعتكم وسوري طولنا. كان مفترض نخلص قبل 12 بس النقاط وايد، كان عندنا وايد نقاط فالحمد لله غطيناهم كامل. فبنتكلم في الجروب. يعطيك العافية. يعطيك العافية. اوكي الله يعافيك. شكرا. اوكي يلا مع السلامة.